مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من كلام تاني، حلقه يوم الخميس. يمكن في ناس كتيره دايما بتطرح سؤال، هو ايه اللي حصل؟ احنا النهارده في كلام تاني هنطرح السؤال بطريقه مختلفه، هو ايه اللي ما حصلش؟ لان اللي حصل بيبقى خلاص واقع، ما عندكش فيه اختيار. لكن اللي ما حصلش هو اللي كان ممكن تعمله باختيارك، وبالتالي يفرض واقع مختلف. اللي ما حصلش هو اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة، وأنا جايبة لحضراتكم الملفات عشان نحط اللي كان مفروض يحصل جوه الملفات ونكلم مع بعض كلام تاني النهاردة في حلقة خاصة بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم. ايه اللي حصل؟ حضراتكم عارفين اللي حصل على مدار هذا الاسبوع، اعلان الرئيس بوتين ان الحادثه اللي حصلت في الطياره كانت نتيجه انفجار قنبله داخل هذه الطائره، وده اعلان جاء من الرئيس الروسي نفسه. ايه اللي ما حصلش بقى؟ هو ده الكلام اللي المفروض نتكلم فيه. اولا، ردود الفعل زي ما حضراتكم شفتوا من الحكومه بدت مرتبكه للغايه. الحكومة قعدت 6 ساعات زي ما حضراتكم تابعتوا علشان تعمل البيان بتاعها. فكروني بالظبط بالرئيس السادات وهو بيقول وقد استطاعت القوات المسلحة أن تعبر خط بليط في 6 ساعات. هم دول بالظبط قعدوا 6 ساعات عشان يعملوا بيان، ولما عملوا البيان قالوا عبارة الحقيقة يأسى لها الجميع. قالوا أن الحكومة هتأخذ بعين الاعتبار ما قالته روسيا، على أساس أن روسيا بتتكلم في موضوع يعني يتعلق بالطاقة الذرية، يتعلق بالتكنولوجيا النووية. لا، احنا بنتكلم في طرفين في القضية دي، الطرف الروسي اللي هو صاحب المأساة، والطرف المصري اللي هو صاحب الأرض. وبالتالي لما يبقى في طرف رئيسي يقول النتيجة دي، وقالها نتيجة ايه بقى؟ ما هو بوتين ما قالهاش نتيجة تكهنات أو توقعات. واحد بحجم الرئيس بوتين لما يطلع يقول، إذن هو استند إلى معلومات. المعلومات كانت إيه؟ إن هم خدوا جزء من حطام هذه الطائرة زي ما سمعنا من أسبوع إلى روسيا، وبدأوا في تحليل هذا الجزء من الحطام. لما بدأوا يحللوا ويرصدوا بأجهزة تكنولوجية دقيقة، لقوا إن في آثار للانفجار في هذا الجزء. إذن الرئيس بوتين هنا بيتكلم عن فاكت، عن حقائق، مش بيتكلم عن ديدكشن. وهنا بقى كان رد الفعل المفروض يكون مختلف. لما أرفع مستوى أمني عندنا وهو وزير الداخلية يقول لا نحجر على رأي الطرف الآخر في إبداء وجهة نظره، إبداء وجهة نظره في إيه يا سيادة الوزير؟ يعني ما نفهمه جميعا، وده بقى اللي احنا مجهزينه للملف الأولاني. احنا جايبين النهاردة في كلام تاني ملفات فاضية. الملفات الفاضية دي هي الملفات اللي كان ينبغي ان يحصل فيها كلام ويبقى جوه الملفات دي. الملف الامني بقى كان يحصل ايه؟ الكلام التاني بقى، لما الرئيس بوتين يعلن هذا الاعلان تقوم مصر بسرعه تشكل وفد امني رفيع المستوى، يسافر الى موسكو سريعا، ويعقد اجتماع مع المسؤولين الروس،
ويبدأ يقول للمسؤولين الروس عايزكم تطلعونا على النتائج اللي توصلتوا ليها دي. توصلتوا ليها ازاي؟ يعني ازاي الرئيس بوتين حكم هذا الحكم بأن هناك قنبلة انفجرت داخل الطائرة؟ ايه الأدلة بتاعتكم؟ ايه التكنولوجيا اللي انتوا استخدمتوها؟ ايه الأدوات الفنية اللي انتوا اعتمدتوا عليها؟ وبعدين لما يطمئن قلب المسؤولين الأمنيين في مصر ان هذا العرض هو عرض صحيح، نقوم احنا نطلع بقى مع الروس واحنا عاملين كده كده، ايدينا في ايدين المسؤولين الروس، هذا الطرف المصري وهذا الطرف الروسي، ونعمل مؤتمر صحفي نقول فيه ان هذه الحادثة وقعت نتيجة انفجار قنبلة في الطائرة، ومصر تعاني من الإرهاب، والعالم يعاني من الإرهاب، وروسيا ضحية الإرهاب، وفرنسا ضحية الإرهاب، ومن قبل كانت الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر ضحية الإرهاب. يعني لا نخجل من يبقى عندنا ثغرة أمنية. هو إن شاء الله اللي حصل في فرنسا الأيام اللي فاتت دي كان إيه؟ كان أدائهم الأمني متميز وبالتالي حصلت لهم الانفجارات دي؟ أمريكا في 9/11 كانت أمريكا كله تمام وحصلت لهم أحداث 11 سبتمبر؟ كان عندهم ثغرات أمنية. كاميرون لما عانى من الإرهاب منذ سنوات وأشهر قليلة كان كله تمام عنده ولا كان عنده مشاكل أمنية؟ العالم يحترمنا جدا لما نكون جادين، وإحنا لو عندنا خطأ أمني نقوله، بس نقول كلام بقى واضح للرأي العام الداخلي والخارجي. نقوم نحط في الفايل الأمني ده إيه بقى؟ الوفد ده الأمني اللي كان مفروض يسافر، والنتائج اللي توصلنا إليها. ده أنا حد بيقول لي يعني مش ممكن، ده أنتوا جات لكم أحلى كورة ممكن تلعبوها في حياتكم، محلل غربي، أحلى كورة، أنتوا اللي بتعانوا من الإرهاب واللي قاعدين تكلموا العالم كله عن الإرهاب. أدى الإرهاب بيضرب روسيا وبيضرب فرنسا وبيضرب الولايات المتحدة، إدوا بقى الكلام ده، سوقوا للعالم بشكل صح، لأن كنتوا هنا عانيتوا من نفس ما تمت المعاناة منه. لكن احنا عملنا ايه بقى؟ احنا اتخضينا، احنا قلنا دي وجهة نظر، وقلت لحضراتكم في العلم في فرق كبير قوي بين الفاكت وبين الديدكشن. انا اقعد استنتج زي ما انا عايز استنتج، انا اعلامية، لكن لما الدول تعمل تحقيقات ويطلع رئيس الدولة ويقول حاجة الكلام بقى يتاخد جد، مش نعمل بقى رحلات إلى شرم الشيخ ونروح بالحكومة نعمل اجتماع في شرم الشيخ ويزعلنا صور للحكومة وهي بتتفتش ووزرائها في شرم الشيخ. إيه يا جماعة الأداء الدعائي ده؟ إيه الأداء الدعائي ده؟ ما نتكلم جد شوي، في كلام جد، الكلام الجد ده هو اللي بيتحط في الملفات واللي هو كان العالم بيحترمه. ندخل على الملف التاني، أنا خلاص بقى عندي ضربة واجهت قطاع السياحة، يقعد بقى وزير السياحة ويقعد المعنيين بقطاع السياحة، تقعد غرفة السياحة، يقعد الناس اللي بتشتغل في الصناعة دي، ست محترمة زي الأستاذة هالة الخطيب اللي هي الأمين العام للمنشآت الفندقية اللي كانت معانا في كلام تاني الأسبوع اللي فات بتقول كلام رائع في السياحة، كامل أبو علي اللي بيشتغل في قطاع السياحة وغيرهم وغيرهم، هاتهم يا سيادة الوزير واقعد معاهم بقى وشوف خسائرك هتبقى إيه، السياحة هتعمل إيه، هتنظم حملتك إزاي الإعلامية خارجيا وداخليا لمواجهة الأمر، هتعمل الرئيس لما ادالك يعني مكافأة في تصريحه وقالك هنعمل صندوق لدعم السياحة خلال هذه الأزمة لأن عندنا استثمارات فيها، عندنا بنية تحتية فيها، عندنا ناس بتشتغل فيها، عندنا قوة عاملة بتتمتع بالمهارة فيها، حط بقى الملف وجهزه كده واشتغل بجد. هو ده الشغل اللي بجد. طيب هذا خلاص وزير السياحة اتصرف، طيب نيجي بقى للوزراء المجموعة الاقتصادية، عندنا أزمة في السياحة يا جماعة دلوقتي، الدخل بتاعنا هيبقى فيه مشكلة، إيه خططكم؟ هننشط الاستثمار إزاي؟ هنعمل إيه في الاستثمار المحلي والأجنبي؟ إيه الحوافز اللي إحنا ممكن نحركها سريعا عشان القطاع الخاص يشتغل ويبدأ يعني، ونحط في الملف ده معالجة الأزمة. في ملفات الحكومة تشتغل عليها وبطريقة جد. وزارة الخارجية، تعالوا بقى عشان نقول ان روسيا دي حليف استراتيجي قوي لمصر، وان التحالف الاستراتيجي السياسي بين روسيا ومصر لن يتاثر بهذه الواقعه او هذه الحادثه الخاصه بالطائره، وان احنا جوانا الم شديد مما حدث للروس في مصر، لكن احنا زيهم بنعاني من الارهاب وبندفع ثمن كل يوم لهذا الارهاب، قواتنا المسلحه بتموت في سيناء وهي بتطهر هذه الارض لأن احنا بنعاني من الإرهاب.
ده هولندا انا فكرته بعد الحادثه اللي حصلت في 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 فرنسا دي، المستقبل السياسي ده للراجل ده انتهى ولا حاجه، ده العالم كله متعاطف معاه، لك ضحيه الارهاب. طب ما احنا كمان ضحيه الارهاب، لكن احنا بنعتمد على المؤامره وازدواجيه المعايير، دول حاجتين اللي احنا بنتكلم فيه، لكن ما بنتكلمش عن خيبتنا احنا في التعامل مع الازمه. احنا بنتعامل كويس ولا بنتعامل بشكل غير جيد؟ عشان كده كنت بقول لكم وزير خارجية يسافر على طول لموسكو، يعمل مؤتمر صحفي هناك على طول مع لافروف، ونؤكد على متانة التحالف الاستراتيجي بين مصر وروسيا. وعلى فكرة متانته دي بين النهاردة وبين بشغل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاتفاق اللي حصل النهاردة فيما يتعلق بإنشاء المحطة النووية بالضبع، مش ده اتفاق روسي مصري؟ وهو ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة العلاقة الاستراتيجية القوية اللي بناها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس بوتين، وان احنا يجب نكون حريصين كل الحرص بكل الطرق. على فكرة الروس زعلانين، قالوا لك اشمعنا نورتوا الاهرامات للفرنساويين واحنا ضحايانا كانوا ايه؟ نتدارك، نتدارك بسرعة الاخطاء، نتعامل بشكل جد مع السياسة الخارجية بتاعتنا ومع النتائج اللي احنا بنعملها على الارض. وعلى فكرة عشان تعرفوا بقى، النجاح لا يصنعه شخص، النجاح يصنعه مجتمع وتصنعه دولة، مش بالمناظر ولا بالدعاية، ده بالتفكير الجد. العالم كله بيحترمك لما تكون بتشتغل جد، هتشتغل جد الناس هتحترمك، هتعمل دعاية بقى وأفلام خلاص خليك بقى عايش فيه. خلينا نروح للنقطة الإيجابية النهاردة اللي هي الحمد لله بتطمنا على ان التحالف الروسي المصري بيسير بشكل جيد جدا، وان الازمه ان شاء الله من خلال تحركات واتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول بها احتواء الموقف فيما يتعلق بحادث الطائره تمر بسلام. خلونا ينضم الينا هاتفيا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. مبروك توقيع الاتفاق يا فندم. متشكرين، مبروك لمصر كلها يا فندم. مبروك لمصر، والحقيقه ان هذا الاتفاق جاي في توقيت شديد الاهميه. الحمد لله، بس يعني ما اخترناش التوقيت، احنا ماشيين بقالنا بنشتغل في الموضوع ده بقالنا اكثر من سنه الحمد لله. صحيح، مقدر الله الحمد لله ان احنا نوقع في ذلك اليوم. الحمد لله. ما هو التوقيت مهم، ان حادثه زي الطائره دي ما كانتش تلقي بظلالها على تاخير هذا الاتفاق او تاجيله. لا حضرتك يا فندم، العلاقه بين مصر وروسيا هي علاقه استراتيجيه متينه، ويعني اللي حدث في الطائره ده كانت سحابه صيف، لكن ان شاء الله كل الامور ماشيه على احسن ما تكون ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ممكن حضرتك تشرح للراي العام شويه يا فندم اهميه هذا الاتفاق اللي تم توقيعه بانشاء محطه الضبع النووي؟ هو طبعا اتفاق هام جدا، لان حضرتك عارفه احنا كان عندنا مشكله في مزيج الطاقه، ويمكن احنا كنا يعني عانينا الامرين في الصيف سنه 2014 على ان اعتمدنا على الغاز الطبيعي بدرجه اساسيه، كانت 90% من انتاجنا والكهرباء من الغاز الطبيعي، لما حصل في محدوديه في الغاز الطبيعي، وايضا كان في بعض المشاكل عندنا في صيانه المعدات، عانينا معاناه هائله في سنه 2014. طبعا كان الخيار الاستراتيجي بتاعنا في وزاره الكهرباء، حطينا خطه استراتيجيه ومشينا فيها بتؤدى وبطريقه علميه سليمه الحمد لله، وقلنا من ضمن الحاجات دي هي تغيير مزيج الطاقه اللي عندنا، بحيث ندخل الطاقات الاوليه المختلفه لانتاج الطاقه الكهربائيه. طبعا منها الاهتمام الكبير بالطاقه الجديده والمتجدده، بالطاقات الحراريه التي عند تشغيل بالنظام الغاز الطبيعي، وايضا ادخال او الطاقات الطاقه الكهربائيه المنتجه من المحطات النوويه وايضا من الفحم النفطي. فطبعا يعني في اهميه كبرى بصراحه بالنسبه لانتاج الكهرباء من الطاقه النوويه. حضرتك عارفه ده مشروع بقاله سنوات طويله جدا للاسف ما اتحركش، لكن جه الحمد لله في عهد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني ابتدينا، وكان ده من ضمن الحمله الانتخابيه بتاعت سياده الرئيس، انه برضه احياء المحطه النوويه. المحطه النوويه يمكن فيها ميزه هائله يا فندم، ان احنا انتاج الكهرباء منها هو ارخص انتاج كهرباء. حضرتك عارفه المحطه النوويه دي تقدر تعمل بكفاءه عاليه لمده 60 سنه على الاقل، والنهارده الابحاث قائمه، واحنا حتى في توقيعنا للتعاقد معاهم ان احنا كمان بنمد العمر بتاعها لغايه 80 سنه مش 60 سنه فقط. ايضا الوقود الخاص بالمحطه نفسه بالمقارنه باسعار الغاز الطبيعي على عمر تشغيل المحطه، التكلفه قليله جدا بالنسبه للوقود، وبالتالي بيجعل انتاج الكهرباء من المحطه النوويه هو ارخص انتاج للكهرباء، يمكن يليها اعلى منه في السعر شويه الفحم النظيف، ويمكن اعلى شويه بعد كده هو من الغاز الطبيعي.
طبعا يعني برضه هي لما نسال احنا في المحطات ديت، المساله مش مجرد ان احنا بنعمل طاقه كهربائيه فقط، وانما هيتوسعوا ايضا في تدريب كوادر. يعني العلاقه بيننا وبين روسيا مش مجرد انها بتبني محطه وخلاص، وانما برضه فيها تدريب كوادر على الصناعات المرتبطه بالاستخدامات السلميه للطاقه النوويه في انتاج الطاقه الكهرباء. هيحصل في تطوير كبير في الصناعه المصريه في نقل التكنولوجيا. عاملين معاهم اتفاقيه ايضا لنقل التكنولوجيا من خلال برنامج طويل المدى الانشاء، مش مجرد المحطه دي بس، احنا برضه هنشوف ازاي تصميم هذه المحطات، لان نتمنى يمكن بعد كده لما بعد المدفع الرابع يتعمل او الخامس والسادس ان شاء الله نستطيع ان احنا يمكننا من تصميم المفاعلات ايضا من العلماء المصريين. احنا حاليا نسبه التصنيع في المحطه ديت يزيد عن حوالي 20%، فبرضه بتفتح مجال عمل للشركات التشييد المصريه انها تفتح مجال عمل كبير قدامهم. المنطقه كلها هتتغير وهيحصل فيها رواج كبير ان شاء الله. برضه في نقله كبيره جدا هتبقى في البحث العلمي والتطوير، ده هيؤدي ايضا للارتقاء بجوده الصناعه، لان حضرتك عارفه المحطات ديت بيهتم فيها جدا الدقه المتناهيه في التصنيع. يبقى برضه لما بنيجي نصنع حاجات بتستخدم في المحطه في بعض اجزاء منها، ده هيؤدي او في التشييد كمان هيؤدي الى رفع كفاءه قدرتنا على التصنيع، ده هيؤدي الى زياده امكانياتنا وقدرتنا التنافسيه في الاسواق العالميه، لان حضرتك عارفه المحطات ديت النوويه بتحط معايير صارمه جدا للجوده، واللي هيشتغل فيها لازم يحقق هذه الجودة. يعني هي من جميع النواحي بصراحة فيها فائدة كبيرة. حضرتك عارف احنا برضو ما رحناش، يعني احنا كنا في نوع من الشفافية المطلقة، واحنا اتصلنا بمجموعة من الدول، يمكن كان الريسبونس او يعني كان الاستجابة لثلاث دول استجابة جيدة جدا. اشتغلنا مع الثلاثة فندم. يمكن كان العرض الروسي كان بصراحة هو افضلهم من الناحية الفنية والناحية المالية ايضا. يعني صحيح. فكل الكلام ده بيؤدي الى يعني ان احنا الحمد لله ربنا اكرمنا وقدرنا نوقع اللي هي الاتفاقية الحكومية لانشاء هذه المحطة باذن الله. دكتور محمد، أرجو بس تسمح لي الحقيقة حضرتك تحديدا كوزير في هذه الحكومة أن أنا أقدم لك التحية والتقدير. الناس كلها متابعة شغل حضرتك، وحضرتك اشتغلت على مدى الفترة الماضية بتفاني واجتهاد وخطة واضحة. حضرتك من أفضل الوزراء الحقيقة اللي اشتغلوا في هذه الحكومة، ولو لينا نصيب والحكومة دي أو بعض وزرائها هيتم يعني تقديم برنامج ليهم، أنا شخصياً ولا يعني عادة الإعلام لازم يكون محايد أو لا يعبر عن مواقفه، لكن انحيازنا لاجتهاد حضرتك ومواقفك والإنجاز اللي حضرتك عملته في الكهرباء بجهد واضح وبخطة واضحة يستحق التقدير. أنا بحييك ودايما بقول الكلام ده وحضرتك مش معانا، فما إن حضرتك معانا على الهوى لك الحق في أن يتم التقدير لحضرتك في وجودك. والله انا حضرتك بتديني اكتر من حقي، لكن ارجع اقول لسيادتك ما حدث سابقا ده هو نتيجه منظومه كامله من فريق عمل متفاني جميعه، ما فيش الوزير بس ولا حد، انما انا ترسم في ضمن الاله الكبيره اللي اشتغلها ديت، والحمد لله ربنا قدرنا. لا حضرتك كان عندك اجتهاد واداره جيده لشغلك ولفريقك، وايضا الرئيس كان عنده اراده واضحه في انجاز حقيقي في ملف الكهرباء، لانه كان عارف كويس قوي ان دي معاناه كبيره للناس، وانه كان لازم ينور للناس حياتهم عشان يقدروا يتحملوا بعض الصعاب الاخرى. مظبوط. انا بشكرك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الحقيقه ده من افضل الوزراء بالمناسبه، فعلا اشتغل كويس قوي، انجز في ملف الكهرباء بشكل كويس جدا. الاتفاق النهارده ده، بص الصوره دي هاتوها لي تاني، الصوره دي بقى للي كانوا عايزين يبوظوا، ما هو اصل اللي عامل ده في الروس تفتكروا عامله ليه؟ يعني اللي عمل الطياره الروسيه دي كان ليه؟ يعني عشان يبوظ التحالف الروسي المصري. فالصورة دي شوف بقى العلم الروسي مع العلم المصري، شوف المسؤولين الروس وهم في القاهرة وبيوقعوا لاتفاقية الضبع، المحطة النووية في الضبع. ده بقى سبحان الله، ما هو اصل ربنا بيدي لكل واحد على قد نيته وعمله، واحنا بقى نيتنا وعملنا في الحكاية دي كانت كويسة قوي، فما دام اشتغلنا كويس هنلاقي نتيجة كويسة. اما بقى حد ما يشتغلش كويس ويتوقع انه يلاقي نتيجة كويسة، لا لا، الاجتهاد هو السبيل لأي حاجة. واوعوا تفكروا ان اسهل الطرق كده، يلا كبر دماغك اعمل مؤتمر صحفي اضرب كلمتين صور مش عارفة ايه شغل ايه، مفيش كده. في شغل وشغل منظم. الرئيس السيسي وهو يقف الآن هو يحصد ثمار عمله،
يشتغل على علاقته بالروس واتصالات وزيارات واتفاقيات واجتماعات. هو راجل جد وخد النقطة الجد. اتفاق هايل جد. ربنا ادهوله في الوقت ده عشان يقول له اطمن. الدنيا مش سيئة قوي. لكن احنا بقى أدائنا مش عايزة أقول. بعض القطاعات بتشتغل ازاي؟ مش عايزة أقول. ومحدش بقى واخد باله إن في جهاز مشغل ملفاته بقى دلوقتي بشكل تاني خالص. الجهاز الأمني. اوعوا تكونوا فاكرين إن الأجهزة الأمنية في البلد دي سواء المخابراتية أو الأمنية ما بتشتغلش عشان تعرف الحكاية دي حصلت ازاي؟ القنبلة دي تم زرعها ازاي؟ الاختراق جه منين؟ أجهزة الأمن لازم تشتغل على المسألة دي. وأكيد الرئيس السيسي نفسه كرجل مخابرات هيبقى مهتم ولا ينام إلا لما يعرف الحكاية دي حصلت إزاي. واضح أو يعني ممكن تبقى فيه ثغرة أمنية. الثغرات الأمنية ما تخوفكش، بس خليك واضح، خليك محدد، لا تخشى الحقيقة، اعلنها أيا كانت مرارتها، لأن العالم هيحترمك. وفي نفس الوقت ده أنت ضحية الإرهاب. هو أنت يعني الناس مش هتتعاطف معاك ليه؟ يعني التقصير الأمني في فرنسا الناس متعاطفة معاه ليه؟ استخدام الشرطة الفرنسية للقوة بشكل مفرط مش قلق بان كي مون ليه؟ يعني ليه الناس كلها متعاطفة مع اللي بيحصل في فرنسا؟ لأنه إرهاب أسود. ومحدش هينظر علينا ويقول لنا إن هو كان أحسن واحد. يعني لما هي أمريكا بالشطارة دي ما منعتش 9/11 ليه؟ 11 سبتمبر. لما كاميرون كان ما حصلش ما منعش تفجيرات لندن ايه؟ كل حاجه وليها رد، بس خليك واضح ومحدد وبتقول اللي انت عايزه. خلينا نشوف كيف تعاملت الصحف الاجنبيه مع تطورات حادث الطائره المصريه في تقرير الزميله داليا علي. لا تزال الكارثة الأكبر في تاريخ الطيران الروسي تلقي بظلالها على الأوضاع في المنطقة، فلم تقتصر ردود الفعل على موسكو فقط بعد أن أعلنت دول من بينها أمريكا وبريطانيا متابعة التحقيقات، بينما توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بملاحقة المنفذين وتكثيف الضربات ضد مواقع تنظيم الدولة في سوريا بعد ظهور نتائج تقرير الأمن الروسي الذي أشار إلى أن الطائرة المنكوبة سقطت نتيجة قنبلة يدوية الصنع زرعت بداخلها. ردود فعل عديدة توالت من الصحف الغربية حول تطورات الحادث، حيث نقلت روسيا اليوم عبر موقعها الإلكتروني تصريحات للرئيس الروسي قال فيها أن الحادث لا يمثل المرة الأولى التي تواجه فيها موسكو جرائم إرهابية دون أسباب واضحة، كما أشارت لانفجار محطة السكك الحديدية في فولغوغراد نهاية عام 2013. وقالت بي بي سي عبر موقعها الإلكتروني أن الحادث سيكون له ضرراً بالغاً على صورة مصر ويشكك في قدرة الحكومة المصرية على تحقيق النظام والقضاء على الفوضى والإرهاب في سيناء. بينما نشرت الجارديان البريطانية تقريراً أبرزت فيه التعاون بين روسيا وفرنسا ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقالت أن بوتين تصدر المشهد السياسي خلال قمة مجموعة العشرين بعد أن كان منبوذاً من الدول الأوروبية بسبب موقفه من أوكرانيا وجزيرة القرم، وأن العزلة الدبلوماسية لروسيا انقضت، بما يشير لاحتمالية رفع العقوبات المفروضة على إقصاص موسكو المتذبذب. أما واشنطن بوست فذكرت أن أكثر من 70,000 سائح روسي عادوا من مصر، وأن المواطنين الروس لديهم تشكك من الأمن في مصر بعد أن كانت مدينة شرم الشيخ تمثل الوجهة السياحية الأكثر شعبية للروس. بينما قالت الحكومة المصرية أنها ستواصل التحقيق فيما يخص حادث الطائرة وأنها ستأخذ بعين الاعتبار بيان الأجهزة الروسية. كما أكد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين على تعزيز تعاون أجهزة أمن البلدين في البحث عن المتورطين في تفجير الطائرة الروسية، بينما قالت الحكومة المصرية أنها تدرس الاستعانة بشركات أجنبية لتأمين المطارات. تحقيقات لا تزال مستمرة وأخرى أعلن عن نتائجها، وبين هذا وذاك يأمل العالم الوصول إلى سياسة عادلة للقضاء على الإرهاب الذي بات يهدد أمنهم وسلامتهم. داليا علي، كلام تاني.
طبعا داعش ظهرت الى الصوره مره اخرى وبدات تنشر بعض الصور وتقول ان هي الحقيقه هي كانت متناقضه مع نفسها. يعني في اسبوع قالت ان هي كانت استهدفت الطائره بصاروخ، في اسبوع تاني قالت او نشرت صور لكنز معين بيبسي يعني، وتقال ان وضع القنبله كان في خلفيه في مؤخره الطائره تحت كرسي من كراسي الركاب. لازم نقول للناس كلام، لازم تبقى فيه نتائج محددة، وما ينفعش الرأي العام المصري يسمع حقيقة ما حدث من الخارج، مفترض ان هو يسمعه من الداخل. لكن على اي حال داعش حاضرة في المشهد وبقوة، حاضرة بإرهابها، حاضرة بتحركاتها، وحاضرة ايضا باستفزازها للدول الغربية خلال الايام الماضية. تقرير الزميلة خلود عبد الفتاح. من ثنايا جبال العراق خرج للعالم رجالا هم الأكثر دموية في تاريخ الإنسانية، يحملون السيوف ويجزون الرقاب ويقطعون البلاد طولا وعرضا بحثا عن ضحايا جدد يشبعون بهم تلك الرغبات الإرهابية. وصفوا بالمرضى النفسيين، واعتبرهم آخرون التنظيم الأكثر خطورة على الحضارة الإنسانية، إلا أن تلك الجماعة التي نشأت عام 2006 تدرجت في عدة مراحل قبل أن تصل إلى ما هي عليه اليوم، حيث بدأ الداعشيون في الظهور على الساحة بشكل قوي في عام 2014، وضم التنظيم عناصر من جنسيات مختلفة حتى بلغ تعداده 20,000 مقاتل. 5 مصادر مالية من بينها احتلال الأراضي والسيطرة على البنوك والاحتياطات من النفط والغاز وفرض الضرائب على المدنيين وحالات الابتزاز والسرقة هي ما يعتمد عليها تنظيم داعش لشراء الأسلحة وتمويل هجماته الإرهابية. ومؤخراً بات اسم داعش مرتبطاً بأعمال العنف والإرهاب في أغلب دول العالم. وخلال عام 2015 نفذ التنظيم 10 حوادث إرهابية كبيرة خارج حدود سوريا والعراق، كان آخرها تفجيرات فرنسا التي أودت بحياة 129 مدنياً على الأقل. كما تبنى التنظيم تفجيرات لبنان التي وقعت الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 43 شخصاً على الأقل، واستهدفت الطائرة الروسية بشرم الشيخ عبر قنبلة زرعت داخلها. وفي تركيا اتهمت حكومة أردوغان تنظيم داعش بالتورط في الهجوم الانتحاري. وفي المقابل أعلن الجيش العراقي فرض سيطرته على 50% من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بعد معارك مع عناصر داعش، بينما قالت قوات البشمركة إنها نجحت في فرض سيطرتها على أجزاء من الطريق 47 بين سنجار وسوريا. حقائق خطيرة وأرقام تبعث القلق من تنامي خطور هذا التنظيم، خاصة في ظل الصراعات الطائفية والحروب الأهلية وتفكك الدول، ليضع زعماء العالم أمام تحد لا مفر منه وهو الاتحاد في مواجهة الأخطبوط الداعشي. خلود عبد الفتاح، كلام تاني. دايما في سؤال رئيسي بيتردد، من أين جاء مقاتلو داعش؟ الحقيقة في بعض المراكز الأوروبية وأيضا المركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي، أنا بقول لحضراتكم المصدر هنا عشان يبقى واضح إحنا جايبين المعلومات دي منين، حاول يجيب التركيبة بتاع تنظيم داعش ويشوف انتماءات أعضائه وفقا للدول المختلفة. خلينا أعرض على حضراتكم هذه الانتماءات. من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا 3790 عضو، من باكستان 500 عضو، من الصين 300 عضو، دي باكستان 500 عضو، من الصين 300 عضو، من استراليا 250 عضو، من اندونيسيا 60 عضو، من أفغانستان 6500 عضو. طبعا يعني بنية أساسية في أفغانستان دي ما فيهاش كلام. من السعودية 2500 عضو، من الأردن 1500 عضو أو مجند، من
لبنان 900 عضو، من فلسطين 120 عضو، مش هتلاقي رقم كبير، من اليمن 110 عضو، بس الرقم ده مرشح بالمناسبة للزيادة، من الكويت 70 عضو، من تونس 3000 عضو، وده رقم على فكرة أعلن من قبل، المغرب 1500 عضو، ليبيا 600 عضو، والرقم ده مرشح أيضا للزيادة، بؤر الصراع المسلحة يزيدوا فيها، في مصر 360 عضو أو مجند في تنظيم داعش الإرهابي، الجزائر 250 عضو، السودان 100 عضو، الصومال 70 عضو، فرنسا 1500 عضو، وده رقم يخلي الناس تتوقف. المملكة المتحدة، انجلترا 700 عضو، ألمانيا 680 عضو، بلجيكا 650 عضو، تركيا 600 عضو، السويد 300 عضو، دول أعضاء تنظيم داعش الإرهاب، من هولندا 250 عضو، النمسا 150 عضو، الدنمارك زيها 150 عضو، النرويج تقترب منها أيضا 140 عضو، إسبانيا 100 عضو، إيطاليا 90 عضو، فنلندا 70 عضو، أيرلندا 60 عضو، سويسرا 40 عضو، الولايات المتحدة الأمريكية 150 عضو، وكندا 100 عضو. ده تخيل لأعضاء تنظيم أو مقاتلي داعش الإرهابيين، الدول اللي جايين منها وتقسيمات هذه الدول. هسيب حضراتكم مع تقرير عن مواصلة القوات المسلحة في مصر لعملياتها ضد الإرهاب. مصر تكافح الإرهاب منذ فترة طويلة، وكانت تتحدث عن أنه خطرا كبيرا يواجه العالم، وربما لم يكن ينتبه الكثيرون لجدية هذا الحديث. ربما الآن وفرنسا تعاني من الإرهاب، وروسيا تدفع أيضا ثمن من ضحاياها، ضحايا للإرهاب، يدرك الجميع أن الإرهاب خطرا عالميا يستوجب الوقوف بشكل مختلف وباستراتيجية مختلفة. بعد الفاصل على طول وبعد هذا التقرير هنلتقي بضيفنا العزيز النهاردة، الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي والقانوني. هنكلمه الحقيقة في قضايا كثيرة تتعلق بالأوضاع الراهنة، وتتعلق تحديدا بالاقتصاد المصري. كيف يشهد الاقتصاد المصري مرحلة الانطلاق الحقيقية؟ ليه يبدو القطاع الخاص لا يتحرك بالصورة المأمول بها أو الدولة بتعول عليها؟ هل هناك أزمة ما بين الدولة وما بين رجال الأعمال؟ كيف يمكن التعامل بشكل جدي مع أزمة البطالة؟ ليه مش عارفين نعمل فيها إنجاز حقيقي؟ التصريحات الأخيرة للرئيس والإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، هل تقود الأسعار في مصر إلى الانخفاض؟ أسئلة كتيرة جدا، وهنتلقى مشاركات حضراتكم في هذه الفقرة أيضا بعد الفاصل. لا يزال الإرهاب يسعى جاهداً لضرب أمن واستقرار دول المنطقة، ولا تزال القوات المسلحة المصرية تقف حائلاً دون تنفيذ مخطط لتحويل سيناء إلى منبع للجماعات المسلحة والمتطرفة، حيث أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية وصعوبة الأوضاع الأمنية في العديد من دول المنطقة.
كما شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي خلال الأسبوع الجاري المشروع التكتيكي طابطنينا الذي تنفذه الوحدات الخاصة وقوات التدخل السريع بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للتدريب على اقتحام القرى الحدودية المأهولة بالسكان وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة وتحرير الرهائن المحتجزين. وأشارت تقارير صحفية إلى أن قوات مكافحة الإرهاب أحبطت مخططاً لتنظيم أنصار بيت المقدس لتنفيذ عمليات إرهابية ضد كمائن الشرطة في العريش فجر الثلاثاء الماضي، وألقت القبض على 5 إرهابيين وفجرت 6 عبوات ناسفة زرعها عناصر بيت المقدس في طرق سيناء. كما اكتشفت خلية إرهابية تضم 32 عنصراً في جبل المغارة، وتمكنت من تصفية 24 منهم والقبض على 8 آخرين. مصادر أمنية في شمال سيناء قالت أن قوات الصاعقة نجحت في تصفية قيادي تابع لتنظيم بيت المقدس أثناء تمشيتها ساحل البحر في مدينة الشيخ زويد، كما ألقت قوات كمين حق حصان جنوب رفح القبض على 2 من عناصر التنظيم، بالإضافة إلى 47 آخرين تم القبض عليهم إثر حملة أمنية موسعة بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح. أزمات كبرى باتت تواجه العالم بسبب التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، إلا أن الجندي المصري يثبت يوماً بعد يوم أنه قادر على مواجهة التحديات وأنه خير جنود الأرض. ياسمين عادل، كلام تاني. قانوني وسياسي وأحد أبرز خبراء الاستثمار والتنمية الاقتصادية، تفوق منذ صغره في دراسته واستمر إلى ما بعد المرحلة الجامعية ليحصل على 2 دبلومات في القانون الخاص والعام ودرجة الدكتوراه من كلية كوين ماري بجامعة لندن في قانون التجارة والاستثمار. ولد الدكتور هاني سري الدين في مايو عام 1966 بمحافظة الجيزة، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبرع في مجالات الاستثمار والقانون ما أهله لرئاسة قسم القانون التجاري بالكلية التي تخرج فيها. وتمتد حياته المهنية لأكثر من 25 عاماً بدأها بالعمل في المحاماة بالتوازي مع عمله الأكاديمي في الجامعات. مثلاً من ضمن الحاجات اللي بنقول الحكومة لازم تطلعها أين قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر؟ ليه وقف؟ مع أنه أنا عارف أنه اتقدم للرئاسة ورجع وراح بقاله 2 أو 3، راح فين؟ شغل منصب نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر وعضو مجلس الأعمال المصري البريطاني. شارك سري الدين في صياغة وإعداد العديد من التشريعات الاقتصادية المنظمة للسوق المصرفي. عرف سري الدين بآرائه الجريئة والواضحة خاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار. لا، عندي مشكلة طبعا في التنسيق، وعندي مشكلة في تعدد الجهات، وعندي ولما تيجي نتكلم على وزارة الاستثمار أو وزير الاستثمار ده راجل غلبان جدا جدا، لأن وزارة الاستثمار بطبيعتها وزيرة بلا حقيب. حيث أعلن إن أحد مساوئ الاقتصاد المصري هو غياب السلطة التشريعية، وإن بناء الاقتصاد يتطلب استقرار المشهد السياسي. يعني أنا مش بقول كلام ده النهاردة، في 2007 في مقال لي في مصر اليوم 14/7/2007 قلت طول ما احنا الجهاز التنفيذي ده بنشتغل بيه هو هو وبدون اصلاح مؤسسي لهذه الاجهزه مش هتفتح كل مش هتعمل اصلاح في كل الاجهزه مره واحده، لان في اجهزه اصعب بكتير من اجهزه اخرى. كما اعلن ان المرحله الاولى من انتخابات مجلس النواب شهدت حالات خرق للصمت الانتخابي. ساهم سري الدين في تأسيس صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة باستثمارات تتجاوز 150 مليون جنيه مصري. السستينابيليتي، أنا عاوز أشتغل عشان كده مش هخش وأسيب القرية، لا، أنا عاوز أشتغل على المشروعات الصغيرة داخل فكرة التمكين الحقيقي، التأهيل، درن دخل لهذه البيوت ونقل طفرات، هو ده الحقيقة اللي احنا
عاوزين نشتغل عليه. كما تولى منصب المستشار القانوني لمشروع قناة السويس الجديدة. شفنا اللي حاصل في بعض الطرق، التعطل اللي بيحصل، تداخل بيبقى، لأن طبيعة عملها مناقصات والإجراءات وتداخل المقاولين وضعف الإشراف الحكومي على التنفيذ والكلام ده كله. أنت فجأة ممكن تلاقي مشروع معك 30-40 كيلو بتحفرهم، أخدوا منك سنتين ثلاثة. طريق اسكندرية الصحراوي أخد 7 سنين، وفي الآخر اللي خلصه الإدارة الهندسية للقوات المسلحة. كما شارك في تأسيس حزب المصريين الأحرار قبل أن يعلن استقالته في أغسطس عام 2012. سياسي واقتصادي ونائب برلماني ومحاضر جامعي، ألقاب اقترنت بشخص نجح في كسب ثقة الجميع بالعمل والاجتهاد والإصرار. خلود عبد الفتاح، كلام تاني. اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن من الحين للاخر مهم جدا ان احنا نستمع الى حوارات جاده نطرح فيها افكار ورؤى حقيقيه تتعلق بقضايا باتت الحقيقه ملحه للغايه. الحديث عن رؤيه اقتصاديه، الحديث عن اصلاح اقتصادي شامل، ما بقاش رفاهيه لينا الان، خاصه في ظل التطورات الاخيره. خلينا ارحب بضيف العزيز في الاستوديو الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس والخبير القانوني والاقتصادي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بشهر، منور يا فندم. الله يخليك. عندي سؤال هكرره لحضرتك تاني، وكل ما بقابلك بساله لك. ليه الاقتصاد المصري ما بينطلقش الانطلاقه الحقيقيه اللي احنا منتظرينها؟ الاقتصاد المصري حصل برضه، عشان يبقى موضوعين، في تحسن حصل بدليل نسبه زياده النمو الاقتصادي في الفتره اللي فاتت. كان عندك مشاكل كتير في الاربع خمس سنوات، اعتبارات الامن، عدم الاستقرار السياسي الى اخره. لما بيحصل تحسن في هذه الامور بدا، وكان عندنا شويه مشاكل ايضا في برنامج الاصلاح والعجز في الموازنه الى اخره. المشكله الاساسيه في رايي اللي احنا بنصادفها النهارده انك عندك لازال عجز شديد جدا في تدفقات الاستثمارات النقديه الاجنبيه داخل مصر. لازالت المعوقات الموجوده للاستثمار هي العنصر الطاغي، وبالتالي عندك ازمه حقيقيه في نمو حجم الاستثمارات برغم المجهودات اللي بتتعمل. وبالتالي عندك ايضا عندك نتيجه الخمس سنين اللي فاتت حصل عندك مشاكل كثيره جدا في المصانع وفي عمليه الانتاج الداخليه، ترتب عليها انه وارداتك زادت بشكل كبير جدا عن الصادرات، فحصل عجز في ميزانك التجاري، وبالتالي اصبح الايرادات او الواردات من العمله الاجنبيه اقل بكثير جدا مما تنفقيه، فاصبح عندي عجز في، مفيش استثمارات جايه، مفيش فلوس فريش ماني جاي أجنبي. في نفس الوقت مصانع بتقفل، الصادرات بتقل، منافسة، قدرتي على التنافسية بتقل، وبالتالي أصبح عندي عجز كمان في العملة الأجنبية، ترتب عليها مشاكل اللي احنا بنشوفها دلوقتي، العجز في الميزان التجاري، العجز في ميزان المدفوعات، أصبح بنضطر ناخد دين بالدين محلي أو دين خارجي، فزاد العجز في ايضا في الموازنه. فدي كلها مشاكل. دي ذلك يعني الاقتصاد كانه رجل يعني وليه رجلين، دي مكبله شويه كانها بتعوق الحركه. طبعا انا في رايي احنا لازال، عايز ابسط المساله، يعني لازال عندي مشكله اساسيه في الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي، دي مشكلتي الرئيسيه. لان حتى لما بنيجي نتكلم، انت اكتر حاجه تتكلم لنا تفتح لنا حوارات على العمله الاجنبيه، ازمه الدولار والى اخره، دي كلها نتائج، دي مش اسباب للمشكله. دي عرض مش الاقتصاد لما بيتحسن، الصادرات لما بتزيد، تدفقات الاستثمارات الاجنبيه، بيبقى عندك وفر كبير في العمله الاجنبيه الى اخره، بيحصل ما نسميه تحسن في الاقتصاد او الريل ايكونومي، الاقتصاد الحقيقي. بيترتب عليه بقى بيزيد عندك الفائض الى اخره، فبيحصل عمليه النمو. ده مشكلته منعكس علينا في ايه؟ ضعف الاستثمارات والمشاكل الاقتصادية، انه لازال عندي نسبة البطالة بتزيد لان التشغيل بيقل، لان اهم حاجة في الاستثمارات محلية واجنبية فلوس بتضخ علشان اعمل مشروعات جديدة عشان اشغل ناس واحافظ على الوظائف القائمة. لما بيحصل ضعف الاستثمارات معناه البطالة بتزيد،
ونسب التشغيل بتقل. فده أول مشكلة عندي كنتيجة من نتائج ضعف الاقتصاد وضعف النمو. حاجة تانية أنه مع مشاكل بطالة، أن النهاردة أنا لما حصل عندي انكماش اقتصادي طرد يعني في نفس الوقت حصل عندي أثر تضخمي نتيجة برضو ضعف العملة ونتيجة ضعف أو النقص في أو القصور في الصادرات بتاعتي، أصبح عندي انكماش وأصبح في نفس الوقت عندي تضخم، الأسعار بتزيد جدا نتيجة عدم توفر السلع من مع إن المحلية. الأسعار بتنخفض في العالم كله، فإزاي تبقى بتنخفض في العالم وبترتفع عندك؟ لأسباب كتيرة، لأن أنت النهاردة حجم الإنتاج بتاعك أقل من حجم، فالأصبح العرض أقل أو الطلب أكتر من اللي معروض، فده بيعمل لك مشكلة أن حجم الإنتاج بيزيد. اتنين، أنه لازال أنت عندك مشكلة في العملة الأجنبية، فالسلع المستوردة برضو حجمها أقل وعندك مشكلة فيها، وبالتالي المعروض أقل من المطلوب، فالأسعار عندك في تضخم مستمر وفي ارتفاع مستمر. فمشكلة الأسعار، مشكلة البطالة، دول من أهم المشكلتين. بس احنا قلنا ان دول نتاج لأن الاقتصاد مش شغال كويس بالزبط. أو الاستثمار مش شغال كويس بالزبط. طيب خليني أسأل حاجة، سؤال تذكرته دلوقتي، كنت سألت منذ سنوات طويلة يوسف بطرس غالي وزير المالية دكتور يوسف، سألته كنا بنتكلم في الاقتصاد ومرحلة الركود، فقال لي يا ستي أنا كان عندي مريض ميت وبيموت وأنا بشغل له كليتين دلوقتي، فيومها قلت له بس أخبار المخ والقلب إيه؟ لأن احنا تصورنا اللي عايش ده بنبقى مطمنين أكتر على المخ والقلب أكتر من الكليتين. المخ والقلب بتوع الاقتصاد اللي هم ايه وشغالين ازاي؟ القلب لا شك هو قطاع المصرفي، ولا زال القطاع المصرفي من اقوى القطاعات اللي موجوده في مصر، لان عندك بالذات فيما يخص البنوك وحجم السيوله المتوفره وقوه ومتانه وسلامه الجهاز المصرفي، لا شك انها في حاله جيده. المشكله في انه هذه يعني عضة القلب قوية، لكن انت عندك المشكلة لازال في عمليات الإقراض وعمليات التمويل وإلى آخره. انت عامل ادخار كويس، يعني الشهادة اللي طرحت منذ أيام أو منذ أسبوع اللي هي بفايدة 12.5 قدرت ان هي تعمل حصيلة كبيرة جدا. بس هي الحصيلة بتلف يعني من ودايع موجودة في بعض البنوك، راحت شهادات فلوس موجودة في ناس كان عندها شهادات وفكت عشان تاخد الأعلى يعني بس مش فلوس جديدة؟ مع يعني لسه ما شفناش الإحصائيات، بس ما تصورش إنه الفلوس اللي ضخت جديدة سواء من تحويلات دولار إلى جنيه مصري أو فلوس كانت موجودة في البيوت زي ما بيقولوا تحت المرتبة دخلت ما تصورش إنها تزيد على 20. طيب أنا عايز أدخل تفصيلا في الكلام اللي حضرتك بتقوله. احنا لو عندنا القلب كويس قوي فيما يتعلق حضرتك مطمن للبنوك وقطاع مصرفي شغال كويس، لكن اللي هيطمن حضرتك اكتر ان يكون في نشاط في الاقراض، ونشاط الاقراض يعني ان في استثمار محلي، يعني ان في قطاع خاص شغال. ليه انا حاسه من مؤشرات ان القطاع، لما تقعد تسمع من المسؤولين الحكوميين يقولك نعول على القطاع الخاص استثمارات ويقولوا ارقام خياليه، بس الواقع ما بيقولش ان القطاع الخاص بيشتغل بالطاقة دي أو باللي احنا بنأمله ده. ليه؟ ما عندك لازالت معوقات الاستثمار كلها موجودة، لازال برضو مشكلة الدولار تؤثر على دخول استثمارات جديدة، لأن انت عندك عدم وضوح في الرؤية. النهاردة أنا هخش بسعر إيه، مستني أشوف السياسات سعر الصرف يعني. السياسات أكثر وضوحا. السياسات المالية لازال بقالنا سنة هطبق ضريبة المضافة مش هطبق الضريبة المضافة، فالناس بتفضل قاعدة مستنية. وخلي بالك يعني مثلا ناخد مثال قصة العشرين قرش في الدولار اللي زاد من شهر البنك المركزي من سبتمبر وثم من أسبوع رجعنا خفضنا العشرين قرش. المشكلة ما هياش في الزيادة وفي النقصان، انت في شهر واحد كسياسة نقدية اديتي رسائل متناقضة. انا مش عارف انت هتمشي مع تعويم ولا بتتكلم بترجع تعمل محاولات تثبيت. هذه الخطوات التكتيكية للبنك المركزي احيانا في السياسات النقدية مربكة، فبقعد استنى بدليل انه كان متصور انه بعد مثلا الشهادات وبعد ال 20 قرش اللي حصل انه السوق السوداء يقل. السوق السوداء ارتبك يوم وبعدين رجع تاني جري، بس بيقولوا ان السوق السوداء متحفظ، يعني عارف حضرتك ما بيشتغلش.
مستني، ما هو ما هو مترقب وحجم التعاملات فيه، لانه تاني زي الاستثمار. النهارده انا هقول لك على حاجه برضو لازم نتكلم فيها بوضوح واحنا بنتكلم على الاستثمار. بعض الشركات بتجيلي يقول لي والله بصفتي مستشار قانوني، شركات كبيره عالميه ما فيهاش هزار، يقول لك انا عندي محتاج ان انا استورد معدات ومش لاقي، وانا اكبر سبلاير مثلا مورد لقطاع الاتصالات، الاعتمادات مش عارف افتح اعتماد، او عندي تراكم في الارباح بالجنيه المصري ومش عارف احول للشركات الاخرى. فيقول لي ايه ده بعض الشركات، يا دكتور هل ينفع احنا نشتري ذهب ونصدر الذهب ده للشركه الام علشان اخد مقابله دولار وهم يعملوا دولار، او احيانا وانا ليه ادفع المستثمر للتحايل ده؟ انا بحكي لك هو مش تحايل، هو عاوز يخرج، عايز يتصرف، عاوز يتصرف وعاوز دخل. احيانا يقول لك ايه طب انا عاوز، فتقولي لا في قواعد وفي لازم عندك تراخيص لانك انت نشاطك يبقى تصدير ده، فانت نشاطك مش مرتبط، ما دي نتيجه القيود الكميه. يجي يقول لك انا عندي مشكله في، او واحد تاني يقول لك طب ينفع اصدر قطن، فتقول لا لانك لازم تبقى في سجل المصدرين له عمليه. يقول لك انا يعني بدا يفكر، انا متخيل ان واحد تاني هيجي يقول لك طب ينفع اصدر بطاطس، اشتري بطاطس واصدرها. انا عايز اقول عندك مشاكل لما بتيجي تتكلمي على مشاكل الاستثمار، مش ده سببها يا فندم القيود الكميه اللي وضعها البنك المركزي على مساله التحويلات، وعدم الوضوح ايضا في السياسات النقديه، وعدم الوضوح في السياسات الماليه مع البيروقراطيه لما بيبقى عندك مشاكل كمان في الجمارك، مسائل التخليص الجمركي، الحاجات دي لسه ما اتفكتش بقالنا سنين فيها. ليه الاراده غالية؟ البيروقراطيه لازالت متصدره لسه، فكره مين، لان دي لما اجي احمل وزير الاستثمار، انا قلت الكلام ده 50 مره، وزير الاستثمار مش هيعرف يحل مشاكل الجمارك، مش هيعرف يحل مشاكل العمله لوحده، مش هيعرف يعمل، مش هو المسؤول عن السياسات الماليه. لازم الحكومه تبقى مسؤوليتها تضامنيه، لما يجي رئيس يقول هذه الحكومه انتم مسؤولين قدامي عن زياده معدل النمو باكس، مسؤولين ل 7%، مسؤولين عن رفع معدلات الاستثمار بكذا، وزير الماليه زيك زي وزير الاستثمار، زيك زي وزير التجاره والصناعة، زيك زي أي وزير آخر في الوزارة، كلكم مسؤولين أنكم تشتغلوا مع بعض في هذه المسألة، ومن إذا ما تحصلتش هذه الأرقام يبقى أنتوا كحكومة. ده ما حصلش ليه يا دكتور هاني؟ في مشكلة يعني التكليفات، يعني الأولويات، يعني التكليفات في رأيي لسه برضه ما هياش تكليفات محددة. يمكن أنا قلت الكلام ده في مقال النهاردة، لازالت تكليفات عامة وغامضة، وبالتالي لما بيحصل فيه مشكلة بتترمي كل واحد، مفيش مسؤولية تضامنية فيها، وتحديد الأولويات. أنا النهاردة لما أتكلم على مشاكل فض المنازعات وفض الاستثمار طبعا، وبعدين لازال عندنا في طابور عشان أحدد معاد لفض، بقعد بالثلاث أشهر وبالست أشهر حتى هذه اللحظة، وأنا بقول كان ده على الهواء مسؤول وعلى مسؤوليتي، رغم أنا عارف قد إيه وزير الاستثمار بيبذل مجهود في هذا المجال، لكن مرتبط تعيين مستشارين من مجلس الدولة، في قيود على الندب، بقى عدد المستشارين اقل، بقى تعديل اللائحه اخذ وقت، الترشيحات اللي بتيجي من الجهات القضائيه، عدم تفرغ اعضاء لجان فض المنازعات، العرض على مجلس على اللجنه الوزاريه بياخد وقت على ما تتحضر الملفات، دي كلها مشاكل لازم نبتدي دي نركز، لازم نبتدي نركز تعوق المساله وتقتلها، ولازم نعرف يعني انه مهما البنك المركزي عمل في ظل عجز في الفائض اللي عنده، الفائض بالعملة الأجنبية، مهما عمل احتياطات محدودة في كمان الآخر وفي ظل الاحتياطات المحدودة مش لازم أحسن الوضع الاقتصادي، مش أحسن الوضع الاقتصادي إلا بزيادة الاستثمارات، مش هعرف أزود استثمارات إلا أزالت معوقات بما فيها المعوقات البيروقراطية، بما فيها معوقات تشريعية، بما فيها عدم التنسيق، بما فيها يعني، وده احنا الكلام ده قلناه كتير جدا، يمكن ما يكونش ما فيش فايده، ما في حكومه بقى تشكل بعض البرلمان، لا في حكومه تشكل بعض البرلمان عشان نبدا الحساب، لا بقى. بس هو المعلن من الرئيس انه ما فيش حكومه جديده، لا انا اقصد تكلفها يعني بالمساله، يعني عشان نبدا نحاسب بقى والبرلمان يحاسب، ان ما فيش رؤيه اقتصاديه وسياسات اقتصاديه تقدر حضرتك تمسكها في ايديك يا دكتور هاني وتقول هم ماشيين كده. يعني حتى فيما يتعلق، حد من المستثمرين مره قال لي انا عايز اعرف السياسه الضريبيه بتاعتكم، انا هدفع النهارده كام، وبعد ما احقق ارباح بعد كام سنه هدفع كام، وبعد شويه هدفع كام، هاخد سعر الطاقه بكام، يعني دي حاجات بالنسبه لي مهمه جدا. لا انا النهارده مثلا في موضوع الضرايب برضو حصل النهارده احد المستثمرين جاي بيقول لي انه عندهم حصل عمليه بيع او تصرف في بعض مساهماتهم في احدى الشركات، فراحوا للمستشار الضريبي بتاعه عشان يعرف
الضريبة على الضريبة الرأسمالية اللي هدفعها. المستشار الضريبي قال له ما أعرفش، لأن عندي في غموض في اللايحة وعندي عدم وضوح في التطبيق في السعر وعندي حصل تعط، فما نعرفش. فهذا ده برضو مهم قوي. أنا ممكن يبقى عندي رؤية أن أنا عاوز أعمل بعمل سعر معين للضريب، لكن لما باجي في التطبيق العملي أنا زي ما بقول كل التروس بتاعة الجهاز التنفيذي، ما هي الرؤية هيبقى فيها آليات أو أدوات تقول أنا هعتمد على الطريق ده عشان أمشي فيه. ما هو يعني أنا هقول أن أنا أهدف النمو اقتصادي 7%، هقول أنا هعمل النمو ده إزاي ولا هقوله شعار بس؟ هقول أن أنا هدف من التحصيل الضريبي الكذا. طب أنا ما أنا لازم أحدد الآليات اللي همشي بيها ولا يعني ما ده اللي بنقول. طب ليه ما هو ده أنا مش معقول يا فندم، يعني حتى لما أشوف الوزراء بتوع المجموعة الاقتصادية بيشتغلوا ليل ونهار، نفسي اعرف بيشتغلوا في ايه. ما هو لو كل ده ما اتحلش، انت تاني انت عندك مشكله كبيره جدا في القصور في جهازك التنفيذي. النهارده لما يتكلم في وزاره الماليه انا عاوز اعمل سياسات ضريبيه والجهاز الضريبي لازال والتطبيق واللوائح والقرارات بتاعه مصلحه الضرائب عندي مشكله لازم اشتغل عليها. ما يكفيش ان انا اطلع قرارات وزاريه او ان انا اعدل القانون، لازم اتابع التطبيق العملي في هذه المساله. ما بيحصلش. الجمارك شرحه مسؤولية وزارة المالية، أنا عندي في معوقات في الجمارك، عملية الصرف، عملية لما بيحصل تأخير في إفراج عن السلع وبيحصل تكلفة عالية جدا، لما حصل فيه مشكلة أنه كان لاعتبارات أمنية أنا لازم أودي المواد الكيماوية للفحص مثلا لأجهزة ومختبرات، بقت المراكب بتقعد على الرصيف بالعشرين والخمسة وعشرين يوم، ترتب علينا في مصانع قفلت. طبعا كان سهل جدا ان انا اروح اقول والله في هذه الظروف انا هنقل معامل داخل المواني، انا هعمل شويه، بدا يحصل شويه اجراءات وافك من المساله. لكن هي دي المشاكل اللي بتحصل في مصر، هو ده اللي احنا بنتكلم بس عليه يا فندم. يعني عشان نبقى ايجابيين انا عمال اضرب لك امثله كتير. يعني مش عشان نبقى ايجابيين، يعني ما احنا ايجابيين ما هو نقد الموضوع ده ايجابي. عشان انا دايما سلبيه معاهم في الاقتصاد. لو في عماره ما انا لازم هبني صح؟ ليه الناس مش حاسه او حتى المتابعين للشان الاقتصادي مش شايفين ان في بناء تراكمي احنا ماشيين فيه؟ ما هي القضيه ان مش حكومه بعد يعني انت لسه سلبيه ما دخلتيش في الايجابيه. لا ما انا بسال فين البناء؟ يعني المهندس شريف اسماعيل مش هيقدم مشروع للحكومه للبرلمان عشان يوافق عليك لمشروع حكومه؟ طب وفيها ايه ما يشتغل من دلوقتي لغايه ما ربنا يكرمنا والحكومه تيجي؟ يعني مش دي حكومه برضو ولا دي مش حكومه؟ انا في رايي ان جزء من الازمه انت عندك عدم تواجد كفاءات بالشكل الكافي في اجهزتك التنفيذيه، هيئات اجهزه لازال مش مطعمه بالشكل الكافي. انت بتبقي واقفه عند مستوى الوزير، لما اخش مرحله التنفيذ في عندي قصور، عشان كده التروس اللي تحت دي مش شغاله. لو ما بداتش اخش اشتغل على 5000 او 10000 قياده تنفيذيه في القيادات، لان هو المستوى ما يسمى بالكور بتاع الجهاز التنفيذي في الحكومه وفي الوزارات وفي الهيئات وفي المحليات بنتكلم في 11 12 الف واحد. لابد ان انا ابتدي اي خطه اصلاح، برضو تاني اي خطه اصلاح في الدنيا بتبتدي بالرؤيه ثم بتحديد اشخاص مسؤولين عن هذا التنفيذ يؤمنوا بهذه الرؤيه. دول اول معيارين. لو انا عندي الرؤيه مش واضحه او الاهداف الاهداف مش واضحه، ما انا بعمل ده وبعدين احدد الاولويات وبعدين ابتدي اعمل خطه التنفيذ في ضوء هذه الاولويات وبعدين ابتدي اعمل اشتغل على المدى القصير ايه هي الحاجات اللي لازم اشتغل عليها وعلى المدى الطويل. انت لغايه النهارده لدى الجهاز التنفيذي في بعض الحاجات الرؤيه مش واضحه، لان بنشوف مثلا وانا كنت بضرب برضو امثله ان انا النهارده بتكلم الحكومه عاوزه تزود المجال التصنيع، عاوزه تعمل تضخ استثمارات جديده تشجع الاستثمارات. لازم اتساءل هل 12.5% ديت لو بدات اعممها في سعر العوائد وبالتالي ستتاثر بشكل او باخر نسبه او عموله الاقراض للمصانع؟ هيحصل طبعا، لازم هيحصل. طيب هل ده سيؤدي الى توسع اقتصادي ولا سيؤدي لانكماش اقتصادي عكس ما سياسات الاستثمار بتاعة الحكومة؟ يعني في قد يكون هناك تعارض. في طريق الجهاز الإداري شغال بالضرائب بتاعته والقيمة المضافة، هل ده سيؤدي إلى توسع وانفراجة في النشاط الاقتصادي ولا سيؤدي إلى العكس؟ سياسات تثبيت سعر الدولار في هذه المرحلة
هل سيؤدي إلى تشجيع التصدير ولا أنا يعني كل الدول اللي في العالم، وأنا عارف إن فيها مشاكل، لأن أنا النهاردة لو سبت سعر الدولار وفي ظل الوضع بهذا الشكل وفي ظل عدم وجود خطة هيكلية، سعر الدولار ممكن ينط معايا إلى أسعار خيالية ويحصل أزمة اجتماعية ويحصل ارتفاع تضخم. وتضخم ضخم جدا. لكن في نفس الوقت هفضل سايب المسألة كده، وبالتالي لأن كل الدول في الدنيا بتخفض عملاتها، حتى الصين. عشان ليه بتخفض عملاتها؟ عشان بتزود قدرتها التنافسية. برضو ضربت أنا مثل أنه إحنا تصديراتنا الغذائية زادت جدا السنة دي بمعدلات كبيرة عن الأعوام الماضية، ومع ذلك العائد منها أقل من السنة اللي فاتت. ليه؟ بنسب كبيرة بشيب لأنه المنافسة العالمية زادت جدا، فأصبحت هناك انخفاض في كثير من الأسعار. وبالتالي رغم أن أنا زودت الكميات أسعاري في البيع قلت، وبالتالي العائد عليا من العملة قل. طبعا عندي سؤال هيكلي. صانع القرار مش قلقان من المؤشرات الخاصة بأداء الاقتصاد؟ بصي أنا لو دايما ببص هيستوريكلي أو ببص تاريخيا، أنا ممكن يقول لك طب ما أنا السنة دي بقيت عملت 4.8% مقارنة بالسنة اللي فاتت 2، فأنا عندي تحسن نسبي، وده حقيقي أنا في تحسن. بس أنا مشكلتي أنه ببص دايما، وده النقد الموضوع اللي احنا بنبصله، ببص على الفرص الضائعة، أن أنا لا ده أنا كممكن أضاعف هذه الأرقام لو اشتغلت أكتر بخطة أوضح على البيروقراطيات اللي موجودة. وعلى طيب خليني أرجع حضرتك يا دكتور هاني لما قاله الرئيس في الندوة التثقيفية الأخيرة لما كان في لقاء احنا كنا حاضرينه، وكان بيتكلم الرئيس عن الاستثمار، وقال أنا مخصص جزء من كلامي معاكم النهاردة عن الاستثمار، احنا بنعمل بنية أساسية للاستثمار وبنية تحتية كبيرة وهنشتغل عشان البلد تبقى مهيئة لاستثمارات كبرى، ودي نقطة في غاية الأهمية يعني. لكن هي النقطة أيضا إن الاستثمار ليس فقط هذا هو الأمر المطلوب له، يعني في ناس كثيرة بتطرح أسئلة كثيرة تتعلق بالقضايا زي ما حضرتك قلت الخاصة بالتحكيم وما إلى ذلك، ناس بتطرح قضايا خاصة بقانون الاستثمار نفسه اللي فيه بعض المشاكل ومحتاجين لإعادته مرة أخرى لتعديله، في ناس بتطرح توضيح الأمور اللي أنا وحضرتك بنتكلم فيها، سياسة ضريبية، أسعار الطاقة، لأن دي مسألة مهمة بالنسبة للمستثمرين. ليه يبدو الأمر إن إحنا واخدين حتة حتة؟ فاهمني حضرتك؟ ممكن اقول لحضرتك ان انا بختلف مع وجهه نظر الخاصه بالبنيه الاساسيه، انه لما اجي ابص على معوقات الاستثمار في مصر طبقا لكل التقارير والسيرفيز او اللي بتتعمل مع المستثمرين، مشاكل البنيه الاساسيه في مصر ليست في قمه المعوقات، ممكن بتبقى رقم 9 واحيانا بتبقى رقم 10 واحيانا بتبقاش على الليسته خالص. يعني بيبقى عندك في، وان كان في قطاع التجاره الداخليه، الطرق، السكك الحديديه الى اخره، طبعا النقل النهري عندي هذه المشاكل، واكيد لو حليت قطاع التجاره الداخليه على وجه التحديد هيتحسن تحسن كبير. فانا عاوز اقول انه انا محتاج البنيه الاساسيه، بس محتاج في نفس الوقت سياسات ماليه وضريبية أوضح، محتاج سياسات نقدية في المرحلة الحالية، فكرة العملة، دول المعوقين الأساسيين اللي أنا لازم أشتغل عليهم مع البيروقراطية، دول الثلاث حاجات الأساسية، السياسات الضريبية والمالية، سياسات النقدية، والمعوقات المرتبطة بالبيروقراطية والجمارك وإلى آخره، دول الثلاث معوقات الأساسية عندي في المرحلة. كان في كان بعد 2011 بعد ثورة يناير كان دايما عدم الاستقرار السياسي والأمن كانوا رقم 1 و2، ما بقوش رقم 1 و2 دلوقتي، بقى السياسة النقدية أو عدم وضوء والموجود والسياسة المالية والبيروقراطية بقوا هما دول رقم 1 و2 و3. الأولويات أنا المفروض إن أنا أبص في الأولويات. كانت البنية وكانت الجزء بتاع برضو عدم الاستقرار القانوني والمشاكل كان بيبقى دايما رقم بعد الأمن وبعد الاستقرار السياسي كان ده بيبقى رقم 3، النهاردة ده لازال موجود بقى رقم 4 في المعوقات. هي دي الحاجات اللي أنا لازم أبتدي أشتغل عليها، ده جنبا إلى جنب مع باقي المشكلات، لازم استمر في تحسين البنية الأساسية، في تحسين الوضع المرتبط بالمنظومة القضائية وتسوية المنازعات إلى آخره، فكله لازم يشتغل مع بعضه، بقلل منه. لكن إيه اللي عندي فيه أولويات دلوقتي؟ هم الثلاث حاجات اللي أنا بتكلم فيهم، هم دول اللي لازم أشتغل
عليهم. خليني اسال حضرتك سؤال وترد عليا وحضرتك مطمئن القلب، يعني في مشكله بين الدوله ورجال الاعمال؟ يعني انطباعي الشخصي لا. ولو بتتكلمي على باكثر صراحه على لا بين على فكره بين مؤسسه الرئاسه وبين رجال الاعمال قولا واحدا لا. قولا واحدا، لكن احيانا برضو السياسات اللي بتعمل والمشاكل والجهاز الاداري الاخري يعطي هذا الانطباع ان هناك تواجد، بدليل ان انا ما هو ما ينفعش اصلا حتى الدوله لا يمكن لا او لا تستطيع زي ما بيقولوا كانوت افورد، لا تستطيع ان تتحمل انها تضر بالقطاع الاقتصادي القطاع الخاص، لان القطاع الخاص فعلا هو عماد عمليه التنميه في المرحله الحاليه. لازم الناس تعرف انه 80% من العاملين لو استبعدنا الجهاز الحكومي 80 او 85% من العاملين ونسب التشغيل جاي عن طريق القطاع الخاص. طب خلينا اوضحها اكثر. 75% من الاستثمارات في النمو في الاستثمارات جاي من القطاع طب الخاص. طب انا لو عندي قطاع خاص يعني خلي بالك القطاع العام بيشغل كام واحد؟ شركات القطاع العام لا يتجاوز 300,000. الباقي كله جاي منين؟ جاي من القطاع الخاص. طيب انا لو عندي خط في خطين متوازيين يبدو ان القطاع الخاص واقف هنا بيبص مش بيتحرك ما بيطلعش لقدام. ما هو عدم التيقن والوضوح من اولا بيروقراطيه معوق للنمو، اتنين مشاكل المصانع اللي بتقفل ومشاكل توفر العمله بتخليك عدم قدرتك على النمو على عدم القدره على ضخ، ده طبعا هيخليكي في النص مستني. اللي موجود ودخل واقف بيشتغل على اللي بيعمله. مين اللي بيحرك ايه؟ انا عايزين نطلع خطوه لقدام، مين اللي يحرك؟ ما انا النهارده عشان هضخ استثمارات جديده ما انا محتاج اولا عندي سوق فممكن اشتغل، لكن محتاج عندي مستلزمات انتاج ضعيفه مش عارف استوردها، هعمل ايه؟ هستنى. عندي مشكله ليه مفيش حوارات اقتصاديه جاده؟ يعني ليه مثلا مؤسسه الرئاسه ما تبنتش حوارات، مش الحوارات بتاعت رجال الاعمال اللي هم كانوا بيجوا عشان يساهموا في صندوق تحرير مصر، مش هي دي اللي انا اقصدها خالص، انا اقصد حوارات حقيقيه حول مستقبل الاقتصاد المصري ويتقال فيها، لان زي ما حضرتك قلت اهميه هذا القطاع، فالقطاع ده يقول بدوره انا محتاج 1 2 3 وترد الرئاسه والجهاز التنفيذي اللي هو مع رئيس المجموعه الاقتصاديه كيف يمكن التفعيل بهذه السياسات. ما هو مش معقول انا هفضل مستني ان الدوله تعمل والدوله بتفضل مستنيه ان انا هتحرك، الحكايه دي انا مش فاهماها. لا انا هتحرك، وانا هتحرك ازاي وانا ما عنديش عمله اجنبيه وعندي مشاكل في مستلزمات الانتاج ما هو وحضرتك زي ما قلت حضرتك محتاج سياسه ماليه تبقى واضحه، سياسه نقديه تبقى واضحه. انا عاوز كل اللي انا محتاجه من رئاسه الجمهوريه ان بحدد تكليفات محدده للحكومه لحل هذه المشكلات. محتاج ما يسمى زي ما بيحصل في اي حته في الدنيا في القطاع الخاص ما يسمى بالكي بي ايز، انت يا وزاره كذا عليك خلال 3 أشهر كذا، انت يا حكومه عليك تحللي المشكله 1 2 3 4 5. ما انا محدش عارف هم يعني يبدو ان هم كانهم غرقانين في حاجه ومش عارفين يخرجوا منها، يعني عارف حضرتك اللي هو دخل في حاجه ومش عارف يخرج منها، ولا انت عارف تقول له انت ايه اللي شغال عليه؟ طب النقطه دي انجزت فيها ايه؟ طب النقطه دي ما انجزت، لانهم كانهم داخلين كده في حاجات كتيره بيشتغلوا فيها دون ان يكون واضح. ده استاذ رشا اللي بنقوله غياب الاولويات، انت مش ممكن ما غيرهمش ليه يا فندم؟ ما هو كان عنده تغيير حكومه محلب، هو غير محلب وساب المجموعه الاقتصاديه. انا برضه السؤال ده مش ما يوجعش ليه؟ ما هو في مشاكل اهو، طب ايه المشكله؟ يعني لازم يبقى في تحرك ما. المشكله انه حتى هذه اللحظه التحرك في بعض القطاعات وفي بعض الاجهزه الحكوميه والتنفيذيه ليس على مستوى حجم المشاكل اللي موجوده، تحرك بطيء وضعيف. طب هسال سؤال لحسن نيه. طيب. انت عاوز تطلعي مني حاجه بس عارف ايه؟ لا لا هل هناك ادراك للي احنا قاعدين نقوله ده ولا الناس مش مدركه ده؟ بتصور ان هناك اكيد هيبقى في اكيد في ادراك ولا في ادراك هيبقى في تحرك. التاني احيانا انت عندك رغبه في التحرك لكن جهازك التنفيذي اللي بتعتمدي عليه تعيس. تاني انا رأيي نشف من القصه دي، انا محتاج ما ينفعش ان انا مش هعرف اتحرك بهذا الجهاز التنفيذي وهذه الكفاءات ال 10,000 اللي بنتكلم عليهم، محتاجين تغيير محتاجين تطوير محتاجين ان انا كل شويه محتاج وضوح في الاولويات بتاعتي. يا جماعه السنه الجايه دي هشتغل على 5 أو 6 أو 7 محاور اساسيه كل الحكومه بتشتغل فيها. طب هقول ما بيحصلش. طب هقول سؤال ساذج، هما المجموعه الاقتصاديه بتاعت نظيف اللي عملت النمو بتاع 7%، طبعا احنا عارفين ان 7% كان فيها مشكله، ما كانش فيها عداله توزيعيه. ما كانش فيها عداله في التوزيع وبالتالي كان فيه كارثه، ما حدش استفاد من النمو. لكن مش هم دول بقى. لا في ناس استفادت طبعا من النمو. لا انا اقصد يعني بشكل اجتماعي عادل يعني. طيب ال 7% النمو ده اللي عملته المجموعه الاقتصاديه دي
عملته ازاي؟ ما هو اتعمل عندك التنفيذ. اصلاح هيكلي انت عمل ما بنفس الجهاز التنفيذي ده لا 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 انت شالوا الموظفين دول جابوا حصل عندك كان في وقت من الاوقات انت تعالي بصي على الطفره اللي حصلت في قطاع الاتصالات اتكلمي ازاي؟ ده قطاع الاتصالات ده انت ضخيتي كميه كفاءات في هذا القطاع حتى هذه اللحظه هذا القطاع واقف على رجليه بسبب الكفاءات ديت. تعالي بصي اللي حصل في القطاع المصرفي تعالي بصي في اللي حصل في وزاره الماليه ولغايه النهارده مع منهم وزير الماليه كل ده كان من الجهاز اللي دخل ومنهم وكان في وقت من الاوقات نائب اول رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين دكتور زياد بهاء الدين كل مجموعه انا شخصيا كنت في الاستاذ اسامه صالح لا في دخل عندك كنا كلنا 37 سنه 35 سنه 36 سنه في ذلك التوقيت لا انت عندك طبعا حصل وكان في بعض الحالات ادارات متوازيه وحصل طفرات في سوق المال وفي القطاع المصرفي وفي يعني ضخ كفاءات في الجهاز التنفيذي وفي الاستثمار وفي وزاره التجاره والصناعه لا طبعا ومين مين اللي قوم الاجهزه دي ومين اللي عمل الطفرات يعني احنا يغيب الان على الجهاز التنفيذي ان يبقى فيه ضخ لدماء وخبرات طبعاً داخل هذا الجهاز طب والله لما نعمل ايه لو ده ما حصلش مش هنعرف نعمل حاجه مش هنتطور ما هو في الاخر العنصر البشري هو اللي بيحركك طيب هقف برضو عند الطريقه اللي بيتم وما بتكلمش على 6 مليون موظف في الجهاز الحكومي انا بتكلم ومش بتكلم ان انا اتحرك في كل الاتجاهات في نفس التوقيت بس احدد اولويات لقطاعات معينه ابص على هيئه الاستثمار هيئه الاستثمار اللي احنا ادينا لها كل الصلاحيات في قانون أبص الاستثمار النهارده الجديد. ابص النهارده هل اداء هيئه الاستثمار احنا راضيين عنه ويكفي ابص على الجمارك هل انا راضي عن الجمارك ومصلحه الجمارك واداء الجمارك ما هي دي الهيئات طيب انا عايز ادخل شويه للحاجتين اللي هم هيئه المجتمعات العمرانيه لا عندك في شويه قطاعات لو بصيت عليها وابتديت اشتغل عليها وحد قال الدنيا هتقوم بـ 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 بشكل اسهل بكتير من الموجود دلوقتي طيب عايز ادخل للحاجتين اللي هم عصب الاقتصاد بالنسبه للناس احنا ممكن نقعد نكلم الناس في عجز الموازنه والميزان التجاري وزياده الصادرات والواردات بس في مصر الناس المؤشرين طبعا هناخد فاصل هناخد فاصل بس هسال على ده الناس العصب الاقتصاد بالنسبه لها الاسعار والبطاله يعني هتلاقي الناس في مصر مرتاحه لما تحس ان مفيش ارتفاع في تكاليف المعيشه او عندها ابنين ثلاثه في البيت اتعينوا لقوا وظيفه هنا الناس العاديه بتحس ان في تحسن في اداء الاقتصاد والناس مش حاسه طب ما احنا متفقين وزي ما بقول لك مش هيحصل ده الا بنمو الاستثمارات لان لو تفتكروا كان وزاره الاستثمار لما اتعملت في 2004 كان شعارها كان ايه ناس ناسيه بس كان استثمار من اجل التشغيل ده كان الاوبجكتيف او كان الثيم بتاع هذه الفكره انت عملت الاستثمار ما هوش هدف في ذاته عشان الناس تعمل فلوس بالظبط ما بتكلمش عشان المصانع ورجال الاعمال يعملوا فلوس انا بتكلم على خلي النهارده عمل. برامج التضامن الاجتماعي اللي موجوده الطموحه جدا اللي بتتعمل في وزاره التضامن الاجتماعي انا هقدر اكملها واحقق التكافل ده الاهداف اللي موجوده التكافل منين الا اذا زودت ايرادات الدوله طب ايرادات الدوله هتزيد منين ما هي بتزيد موارد السياديه في شكل اساسي بالضرايب طب الضرايب دي هحصلها وازودها على ايه؟ اذا حصل بدا يبقى في عندي شغل استثمار تاني الاستثمار وتشجيع الاستثمار مساله حيويه جدا عشان نمو الاقتصاد. وانا بتكلم على استثمار محلي من الناس، استثمار خاص، استثمار الدوله، استثمارات عامه، ثم الاستثمار الاجنبي. فين المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ ما هو ده جزء من الاستثمار ولذلك انا كانت فكره انه برضو انه ده لازم ياخد كور هو بالذات المشروعات المتوسطه والصغيره كمان لها بعد اجتماعي انا النهارده لما اجي اتكلم على بنتكلم 50,000 بقى لنا 50,000 على فكره بنتكلم على موضوع المشروعات الصغيره من ايام طلعت باشا حرب انا مش بهزر يعني دراسات بتتكلم ودراسات طيب لانه انت عشان تطوري يعني بلد زي هونج كونج 79% من نموها الاقتصادي جاي من المشروعات الصغيره المتوسطه نفس الحكايه في ماليزيا حوالي 60% او 65% نسب الصادرات ونسب التشغيل كلها جايه من المشروعات الصغيره المتوسطه فانت النهارده لكن النهارده لما اجي اتكلم على ده طب التمويل بتاعها فين؟ ما هو البنوك مش هتعرف توصل مش عارفه توصل رغم ان كل البنوك عندها ادارات يمكن باستثناء بنك القاهره والبنك الاهلي بشكل اساسي ما فيش بنوك عندها بتوصل للمشروعات الصغيره المتوسطه خالص
مهما كان بتكلم على الصندوق الاجتماعي. لا انا عايزه اطار مؤسسي يحكم المساله، بمعنى ان لو في شباب بيقولوا حضرتك يا دكتور هاني احنا مش لاقيين، مفيش عندك اطار، فحد ياخدهم يقول لهم تعالوا احنا عايزين نشوف حد عاوز ياخد ترخيص مصنع او ورشه. لا التراخيص على فكره فيها مشاكل كمان. طيب بالمناسبه، طب ما ده اللي بقوله، ما انت عندك مشاكل في التراخيص، في المتطلبات، في تحديد الاراضي. نعم، محمد السويد رئيس اتحاد الصناعات بقاله شهور بيتكلم في التراخيص. في تحديد الاراضي، تعالي بقى لما تيجي تتكلمي على مستوى المشروعات الصغيره دي، وانا في نفس الوقت بطلب منه نفس القائمه، لانه لو بتتكلمي على الاصلاح المؤسسي المفروض ان انا يبقى عندي للمشروعات الصغيره تعريف ومتطلباتها في الصناعات بتاعتها او في الانشطه بتاعتها، يجب ان تكون مختلفه عن النشاط اللي بيشتغل ب 100 مليون او ب 500 مليون. فهنا ده التنظيم المؤسسي، حد اشتغل على ده؟ لما اجي انا عشان اديله قدره على التمويل لازم قواعد المحاسبه، المعايير المحاسبيه ومعايير الميزانيه، لان هو ما عندوش قدره انه يجيب، لازم برضو اساعده، لازم يبقى في قواعد خاصه بالشركات الصغيره والمتوسطه تختلف عن معايير المحاسبه اللي بتعامل بيها مع الشركات الكبرى. ما هو ده ما عندكيش اونر شيب. المفروض انه حاليا وزاره التجاره والصناعه، ده اسمها التجاره والصناعه والمشروعات الصغيره. ما هو قبلها كانت فين هذه هذا اليونت؟ ما كانش موجود. فانت النهارده نقلتيه ومكبل بحاجات كتير. نقلناه يا فندم، لازم نشوف الانجاز. لذلك انا كنا بنقول ايه في بعض المراحل، رغم ان انا من الناس اللي دايما بايد ان عدد الحقوق، عدد الوزارات يبقى قليل، كنت بقول لا، خلوا لوزاره للمشروعات الصغيره المتوسطه وزاره خاصه عشان ابتدي اعمل سياسات، اطلع هذه السياسات على الاقل في مرحله. وفي دول زي الهند عملت كده، وبعد ما الهند قعدت 10 15 سنه عندها وزاره لهذا للمشروعات الصغيره المتوسطه، نقلت تبعيتها لوزاره الزراعه. حد يسال طب ليه نقلت تبعيتها لوزاره الزراعه؟ لانه القطاع المشروعات الصغيره بقى 70% منها في القطاع الزراعي، فاصبح الاونر شيب اتنقلت للقطاع الزراعي، لانه مش بالضروره المشروعات الصغيره في مصر الان كلها في القطاع الصناعي وقطاع التجارة، ربما يكون أكتر في قطاع الاتصالات، ربما يكون أكتر في قطاع ال هي المشكلة في حاجة، إن أنا لما بقول أنت قلتي كلمة كويسة، أنت قلتي أين السياسات؟ مفيش سياسات بتنظم هذه المسألة، ومفيش ملكية، مفيش حد مسؤول عن كل هذه السياسات مع بعض. إطار يحكم، يعني أنا لما بقعد أقول للشباب اشتغلوا مش لازم تستنوا الوظيفة الحكومية، طب ليه ما تعملش مشروع صغير؟ فشاب قال لي مرة في حواراتنا، طب وفين هما 300 ألف جنيه وأنا مش عارفة أعملهم، أخدهم منين وأعمل بيهم إيه وهقضيهم فين؟ لما ولو ما منتجاتي دي ما حدش خدها مني هتحاسبوني إزاي؟ والقرض اللي خدته من البنك إيه؟ كل هذه الأسئلة. وبعدين اتهم الشباب ان هو عايز الحكومه، ما هو لانه البديل الحقيقي مش بخطوات واضحه بالنسبه للناس. انا متفق معك. طيب خلينا، انا عايزه برضو يبقى عندنا مفاتيح للحل، مش عايزه ناخدها في سكه على فكره احنا كل بنقوله من انتقادات مش معناها ان انا مفيش حاجه بتحصل، معناها انا عندي نمو حصل. وعندي لما اجي ابص اقارن الوضع مصر في السنتين اللي فاتت، الوضع الامني، الوضع السياسي، الوضع على مستوى خلق فرص عمل، وده مفروض يؤهل الاقتصاد افضل، يعني الامني السياسي يؤهل بقى الوضع الاقتصادي افضل. لكن عندك بعض المشاكل، احنا بنحاول نركز المشاكل فين والمفاتيح اللي انا عاوز احلها فين. زي ما قلتي على المشروعات الصغيره، طب ليه كله بيتكلم على المشروعات الصغيره بس ما بتتحلش؟ لان ما عندكيش سياسات متكامله للعمليه. لما اجي ابص على السياسات بتاعه المشروعات الصغيره لازم ابص على عمليات التأهيل، لازم أبص على التمويل، آليات التمويل إزاي أوصلها، لازم أبص على التوسيع الجغرافي بتاعها، لازم يبقى أبص على في، طب في حد بيعمل لي على المراكز المالية وعلى وعلى كل الكلام ده. في محاولات بدأت تبقى موجودة، لكن لسه هذه السياسات مش متكاملة. يبقى أنا عاوز أشتغل عليها، يبقى أنا لازم أبص على مجموعة السياسات اللي لازم تطلع عشان فعلا أشجع، ويبتدي يبقى عندي ما يسمى بالكي بي ايز او بمحددات معينه. انا عاوز كم مشروع صغير في هذه المرحله، توزيعها الجغرافي ايه، نوعيه الخدمات والصناعات اللي موجوده، اليات التمويل بتاعتها، مراجعه كل سنه انا وصلت فيها لغايه فين. ده لسه فكره رياده المشروعات، ان الدوله كلها رياده مشروعات، يعني ازاي ان انا اشجع فكره المشروعات الخاصه في هذا السياق. ده ما بيحصلش، لازم اربطه بالجامعات. لا، انت محتاجه سياسات متكامله مش
مجرد إعلان هنا ومشروع هنا وعملت صندوق وهعمل هتبنى 1000 مش عارف مشروع مجمع استهلاكي، دي كلها لن نقاط تؤدي إلى شيء. وساعات أنا في رأيي أنه أحياناً الناس عموم الشعب وأحياناً القيادات السياسية أو صاحب القرار السياسي في رأيي ما بيحسش بأهمية السياسات، بيحس أكتر بأهمية المشروعات. وأنا مش هنجح المشروعات إلا إذا كان عندي سياسات واضحة وعندي محددات وأهداف واضحة في ضوءها هذه المشروعات. ودايما يتقال أن نمط التنمية بيعتمد على سياسات تأتي في إطارها مشروعات. بالظبط. الحقيقة أنا يعني أنا ممكن أقول هنا يعني واللي يحصل يحصل، إحنا اللي عندنا دلوقتي هي مشروعات وليس سياسات، ما فيش سياسات حقيقية. إحنا عندنا بنسمع عن مشروع كبير هنا مشروع كبير هنا، لكن أنا يعني ما سألت أحد أعضاء المجلس التخصصي الاقتصادي للرئيس طب يعني انتوا على اي اساس بتختاروا المشروعات الكبرى وما بتختاروش مثلا المشروعات الصغيره؟ قال لي مين قال لك احنا ماشيين في الاثنين؟ ما هو يا بنتي اصلا المشروع الاقتصادي الكبير ده هيفتح حواليه دوائر لمشروعات تانية صغيره، وهيفتح معاه يعني مثلا لما قلنا قناه السويس، ما انت عارفه ان لا انا مش بتكلم عن المشروعات القوميه، يعني ما بتكلمش عن المشروعات الكبيره، بتكلم على كمان قياس النجاح في اداء الحكومه ليس فقط في تنفيذ مشروع بعينه أو محطة أو إلى آخره، لازم أقيس على وجود رؤية وسياسات واضحة في مجالات محددة وتنفيذ هذه السياسات. ده هينعكس على بدل ما بعمل مشروعين ثلاثة، ده أنا ممكن أعمل 20-30 مشروع لو عندي سياسة بتقول أنا عايز إيه. هقول لك على حاجة، قطاع الكهرباء مش بس قطاع الكهرباء في نجاحه في أنك أنت عملتي حسنتي مشروعات الكهرباء وجبتي سيمنز وإلى آخره وزودتي الطاقة، لا ده انت نجاحك انه عملتي تحرير لعمليات التوزيع. صحيح. عملتي قانون ده مرتبط بسياسات وزعتي على فكرة، وتعاملتي بشكل جيد مع موضوع الدعم بتاع الكهرباء تحديدا وبشجاعة. لا وتحدد الخمس سنين انا هوصل في سعر الكهرباء الى اخره. صحيح. والله القطاع بالذات اللي واضحة فيه يعني عاوز اقوله ايه تاني، نجاح قطاع الكهرباء مش فقط كان في المشروعات اللي اتعملت والدعم السياسي، لانه الرئيس كان في ظهر هذه المشروعات لكن كان عندك سياسات. لما بتكلم على الطاقة النووية والتوسع سياسات، قد نتفق او نختلف، المصادر المرتبطة بالطاقة المتجددة ونموذج التعريفة اللي اتعمل، فبقى عندي 60 و70 شركة واقفة في الطابور علشان تشتغل في مشروعات الطاقة، ده كان مرتبط بسياسات. لما عملت جهاز للتنظيم وللرقابة وبيخش يشوف بيحل المشاكل بين شركات القطاع بشركات الدولة وشركات وبيفرق ما بين عملية الإنتاج والتوزيع وإلى آخره، ده كله سياسات بدأت تتنفذ. نفس الحكاية عندك في قطاع الاتصالات منذ فترة. لما بدأت السياسات تتلخبط في قطاع الاتصالات بدأ يبقى عندنا المشاكل اللي موجودة دلوقتي بالذات في قطاع المحمول وإلى آخره. لكن أنا عاوز أقولك أنه مش ممكن هنطور، الاستثمار محتاج سياسات. مشكلة الاستثمار بقى في قانون الاستثمار أمام البرلمان الجديد، أنا بتصور أنه لازم هيحصل فيه إعادة نظر في قانون الاستثمار وكثير من القوانين. ودلوقتي بدأ يبقى فيه إعادة، فيه بيبصوا على قانون السجل التجاري، على الشهر العقاري. خلي بالك ما هي مشكلة الاستثمار مرتبطة بحاجات صغيرة، القوانين الصغيرة اللي هي 80 أو 90 مش 90% منها خارج نطاق الاختصاص الولائي أو الاختصاص الممنوح لوزارة الاستثمار. يعني السجل التجاري مع وزارة التجارة والصناعة، الشهر العقاري مع وزارة العدل. صحيح. التراخيص الصناعية إلى آخره، تخصيص، عشان كده كانوا دايما يفكروا في الشباك الواحد زي تخصيص الأراضي في المجتمعات العمرانية مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية. ممكن تراخيص بعض المناطق مرتبطة بالقوات المسلحة في سيناء عندك مع جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء. فالحقيقة يعني الاستثمار دمه متفرق بين القبائل وبين الوزارة المعنية. ضربة السياحة فدي محتاجة تجمعي كل ده. رب ضرة النافعة، ضربة السياحة ممكن تدفعنا إلى التعامل بشكل مختلف مع الاستثمار، لأن معنيش بديل بقى.
ما انت من الاول خالص معلش بس معلش يعني وبعدين السياحه احد روافد الاستثمار الاستثمار السياحي لكن اللي برضو المجني عليه في مصر الصناعه انت مش ممكن عندك صناعات كثيره جدا تكمليه ممكن تقلل لك يعني كان لسه حد كنت في احد المؤتمرات من يومين الصناعات الخاصه بالمواد البلاستيكيه انت بتستل يعني انت علشان مثلا صناعه زي صناعه التغليف والتعبئه بتستوردي كل الحاجات دي كان بيضربوا مثل بالازازه بتاعه الميه احنا بنستورد كل مكونات ازازه الميه انت متخيله لو انا عملت يعني زودت فرص ضائعة انا بتكلم على انتاج مش انتاج مش تعبئه الميه نفسها فرص ضائعه ده كله انا لازم يبقى عندي توجه استراتيجي ايه هي الصناعات وايه الحاجات اللي ممكن اشغل بيها ناس ودي دي ممكن يبقى عندي كان دايما في افكار ان انا اعمل في بورسعيد في بعض المناطق ان انا اعمل تجمع للصناعات البلاستيكيه مبني على المواد البتروكيماويات الى اخره لا لازم حد يشغل الحاجات دي وضوح السياسه الماليه وضوح السياسه النقديه لا والصناعه في مصر هي مجني عليها الصناعه مساله قانون الاستثمار مساله السياسات الضريبيه مساله يعني الاجنده التشريعيه اللي فيها مشاكل كتيره جدا ومحتاجه ان هي تتعدل يعني احنا قانون الصناعه ده بالمناسبه من 1960 او 62 حاجه كده يعني والتراخيص يعني انا بشكرك النهارده دكتور هاني سري الدين شوفوا خدناك كل مره واحده بس نورتنا وبعد الفاصل هروح مع حضراتكم على طول لفقره الانتخابات عشان هيبدا الصمت الانتخابي فهنحاول ننجزها سريعا قبل ان يبدا الصمت الانتخابي بعد الفاصل وقبل ساعات من الصمت الانتخابي نختتم مع حضراتكم في كلام تاني لقاءاتنا اللي عقدناها مع مرشحين المرحلة الثانية كان معانا نماذج من القوائم كان معانا نماذج من الأحزاب كنا حريصين أن يبدي الجميع طرحه وجهات نظره برنامجه أفكاره رؤاه حتى يكون واضح لدى الناخب المصري وهو بيختار على أي أساس بيختار. النهاردة حلقتنا هتركز بشكل كبير جدا على المستقلين في هذه الانتخابات والذين يخوضون المعركة ربما بشكل أكثر صعوبة لأن اللي وراه حزب حتى ولو ضعيف هيسنده اللي نازل جوه قايمة حتى لو بسيطة فإنها برضو بترفع عن كاهلي الكثير من الأعباء لكن اللي داخل مستقل كده منه للسماء على طول معانا النهاردة الباشمهندس باسل عادل مرشح مدينة نصر مستقل وهو عضو برلماني سابق أهلا وسهلا أهلا بحضرتك وأيضا الأستاذ عبير سليمان مرشحة الويلي أهلا وسهلا الويلي على طول كده الظاهر والويلي الظاهر ده أصعب يعني والأستاذ عبد الفتاح ديودار مرشح رود الفرج أهلا وسهلا بحضرتك شبرا ورود الفرج شبرا ورود الفرج لا يعني ما وصل الدوائر ضموها بقى ما هم الاثنين مع بعض مع بعض بس المسمى شبرا ورود الفرج خوض الانتخابات باشمهندس باسل طبعا دي مش تجربة جديدة عليك كان في تجربة سابقة لكن المرشح كمستقل ايه صعوبتها دي بالنسبة لي التجربة الثالثة انا خضت انتخابات مدينة نصر على المقعد الفردي في 2005 و2012 كنت في القائمة بتاعت التحالف الكتلة المصرية والمرة دي انتخابات مستقلة بس يعني فعليا بعتبر دي الانتخابات الاولى ليا في التجربة لان في 2005 انا كنت بجرب يعني بعمل تاريخ بعمل سي في لكن دلوقتي احنا بنخوض معركة شرسة جدا وشراستها في اللي بيحصل فيها فواضح ان احنا عاملين الحمد لله شغل كويس صعوبة انك مستقل ان خلاص انت بتشتغلي على اسمك فقط وعلى كيانك فقط فان ما كانش عندك سي في تبني عليه المعركة يبقى هتبقى معركة مستحيلة فلازم يبقى عندك سي في لازم يبقى عندك برنامج لازم يبقى عندك مريدين واحباء وانصار وناس بتدعمك لازم يبقى عندك خط سياسي جماعي على الناس والا الناس هتتجمع على ايه يعني لازم يبقى في حاجه تبني عليه مفيش حد خالص سندك الحزب اهو عنده برنامج وعنده خط سياسي وعنده دعم مالي وعنده فلوس وعنده مقرات وعنده ناس تجيب وعنده ريسورسز وموارد كتيره انت وانت لوحدك بتعملي كل حاجه انت بتنزلي لغايه تعليق اليافطه وتروحي لغايه ما تكتبي البرنامج ولغايه ما تروحي برامج حواريه وتتناقشي مع الناس تقفي في الشارع يعني انا جاي لك دلوقتي من الحمله بتاعتنا وكنا بنتحرك وسط الشوارع والناس وبنقابل الناس وبنوزع ورقنا والسي في والبرنامج وكذا فانت على طول في مواجهه الضغط بس في ميزه انك ما بتشيليش اخطاء الحزب لان برضو كل حزب ممكن يبقى عنده اخطاء فما بتشيليش اخطاء غيرك فانت في المعركه يعني زي ما بنقول كده على الصراط المستقيم يا انت اللي هتعدي يا انت اللي هتقعي بس المهم المناخ بس انت تحديدا او حضرتك تحديدا ادائك البرلماني السابق هنا هيبقى يعني ميزان بيتحسب عليه لانك انت كان ليك تجربه برلمانيه سابقه فهتتحاسب عليه
يعني من يقبلك سيقبلك على اساسها اذا هو كان راضي عن ادائك، واللي ما كانش راضي عن الاداء تحديدا تجربتك تبدو مختلف. بصي بقى يا استاذه رشا، لو وصلنا للنقطه دي انا هبقى مبسوط قوي، بس الناس تبقى عارفه ان كان في اداء برلماني، تبقى شافت ده. انا بعاني ان الناس مش شايفه وما بتبذلش مجهود ومش عارفه، معظم الناس الا دايره صغيره من المهتمين. لو حضرتك هتكلميني على اداء البرلماني، ده يعتبر سؤال فاجابته ان انا الحمد لله كنت من احسن 10 نواب باختيار وحده البحوث البرلمانيه وتقييم الاداء البرلماني في المده اللي انا دخلتها. على الاداء البرلماني، انا دارس برلمان، انا معايا دبلومه علوم سياسيه في الدراسات البرلمانيه من كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، ده غير دبلومه الاداره، غير ماجستير قربت اخلصه. فانا عندي الحمد لله من فضل ربنا عندي الممارسه اللي في الشارع، عندي الممارسه الحزبيه، عندي كمان الدراسه والدعم، واعتقد ان انا بحمد ربنا انا كنت واحد من اللي صنعوا راي عام كبير جدا عشان نحافظ على الهويه المصريه، سواء داخل البرلمان وكمان في الاعلام وفي الشارع وفي التحركات في الشارع في 30/6. انا بنتمي لثورتين مهمين جدا وكنت فاعل فيهم جدا، 25 يناير 30/6. للاسف الشديد ما كنتش عضو تنظيمي في 25 يناير خالص، لكن كنت تنظيمي في 30/6 وكنت بحرك مسيرات وبتحرك فيها وبعمل يعني فعاليات على الارض كثير. فاعتقد ان ده كمان اللي حضرتك بتقوليه خلاني افكر انزل واخوض المعركه. كمان انا عندي تجربه نقابيه مهمه، نقابه المهندسين. 600,000 مهندس تقريبا نجحت في مواجهه الاخوان. في الاخوان صحيح. معركه شرسه جدا صحيح. في اكبر اقبال. حضرتك الانتخابات اللي انا نجحت فيها الاثنين كانوا اقوى واشرس انتخابات شافتهم مصر جايز من وقت ما عرفت الانتخابات. نقابه المهندسين اعداد ضخمه نزلت، حضرتك عارفه نختلف ونتفق مع البرلمان اللي فات وتكوينه، لكن كان في نسبه حضور 60% ومشاركه فاعله كبيره جدا، فقدرنا ننجح في تواجد الحمد لله جماهيري. اعتقد ان ده اداني بقى الدافع والحافز ان احنا ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. معنى سؤالي ما كانش يحمل الناحيه السلبيه، كان يحمل الناحيه الايجابيه، ان ربما رصيدك يكون مخزون انت بتعتمد عليه في تحركاتك. استاذ عبير، انت في موقف يعني الحقيقه احييكي عليه، على الشجاعه يعني، تنزلي ومستقله وفي دائره زي الويلي، زي ما كان بيقول باشمهندس باسل، ده بيعتمد على ارضيتك الشعبيه، تواجدك، معرفه الناس بيكي، وده رصيد ما بيتعملش النهارده ولا في فتره الانتخابات، ده تراكم. الحقيقه المعركه شرسه جدا زي ما استاذ باسل قالها. انا نازله عندي نفس احساس كل الناخبين، مستفزه من نفس الوجوه اللي بتنزل كل مره، من ذكوريه المشهد. وانا من ناحيتين يعني ولا لا، انا بقول ذكوريه المشهد مش معنى كده ان انا متحيزه للسيدات، بس ذكوريه المشهد هي احتقار المناصب. احنا كل يوم بنشوف نيابه ذكوريه ونيابه لاشخاص معينه. عارفه حضرتك لو عندك منافسه ذكوريه اشرف او افضل منك، انا اكون اميل ليها. يعني انا ما بحبش الست عيشه وام الخير او اي ست تدخل البرلمان، لكن الست الجديره انها تدخل البرلمان لازم يكون لازم يكونش في تمييز ضدها. يعني النظره الدنيا للست انها ما تستطيعش انها تنافس الرجال، اعتقد ان المفروض انها يعني يكون خلاص. والكتله التصويتيه بتاعتها اللي بتنجح الرجال تصلح ان هي تنجح الرجال، وما تصلح ما تصلحش ان هي تبقى موجوده جوه البرلمان. ما هو يعني اشمعنى بناخد في ده غير كده، ان انا شايفه ان من مصلحه الرجال ان يكون في نواب سيدات. الست هي الضامن لوجود الراجل واقف على حيله. ايوه هي السبورت القوي جدا، هي الدافع للراجل لوجوده ورسوخه على المستوى العملي والمستوى المجتمعي ومستوى حتى السياسي. يعني الست سبورت، يعني الست داعم قوي جدا للراجل. بالمناسبه هي مصدر الامان. اذا كانت ست قويه تستطيع انها تسيطر بشكل او تكافح الفساد او تكافح كل المسارات المنتهكه للقانون او تدافع عن ولادها. الست القويه هي فعلا عمود للاسره ومكسب جامد جدا. ما فكرتيش ليه بما انك يعني طبعا كان ليكي تجربه سابقه في 2010 كل حاجه، بس ربما بايمانك بالافكار دي وهي افكار جيده للغايه وتستحق التقدير، انك تدخلي في قايمه فالمساله تبقى اسهل وبالتالي هتعملي رصيد، ويعني برضو القايمه بتفرق كتير. الحقيقه ما ينفعش ان انت يكون مسارك ان انت بتكافحي كل المشاهد او المسارات السياسيه العقيمه السابقه وتخشي برضو تاني في ضيلمه وفي دوامه التحالفات غير المفهومه.
اللي بتملكها بعض الحزب الحزبه اللي ليها علاقه بالنفوذ وليها علاقه بالمال وليها علاقه بالهوانم والبشوات. انا شخص منحاز بشكل حقيقي للكادحين. انا في دايره على فكره الظاهر والويلي طبعا. هي دايره مثقفين ودايره ليست شعبيه وليست ارستقراط. يعني احنا انا بشوف ان احنا الفصيل الحقيقي او النسيج الحقيقي الممثل للشعب المصري. فانا بصراحه منحازه للطبقه اللي انا طالعه منها وما بشوفش ان طبقه الهوانم والنبلاء لا احقد عليهم ما عنديش حقد طبقي ولكن انا مش شايفه ان في احتقار من النخبه المصريه من الهوانم والبشوات من الملايين. يعني دلوقتي نجاحك في البرلمان متوقف ان انت هتصرف كام مليون، مش مهم سقف الدعايه، مش مهم ان انا اكون ملتزم بالقانون وانا مرشح، المفروض ان انا اخش اراقب واحمل التشريع واكون حافظ وامين على القانون. الحقيقه عدد من المرشحين لا باس بيهم لا اصلا. طيب بس خليني اقول معاكي في حزب عملي اتفضلي. كل دي قيم ومبادئ مهمه جدا، بس المعركه الانتخابيه استاذ عبير لها حسابات اخرى واكيد انت عارفه، مقعد وبيتاخد وزي ما بيقولوا كده بتاخد من بوق الاسد. بصي انا هقول لحضرتك يا استاذه رشا وانا بحترم حضرتك جدا، انا ان حضرتك النهارده اخر يوم يمكن كنت اقدر اوافق على طرح حضرتك أو, أو, أو حتى أتكلم بشكل منبطح. أنا مش طرحي أنا بس بطرح. أنا عارفة الطرح اللي حضرتك قلتيه وصلتيه في أول المعركة الانتخابية. بعد نهاية المعركة الانتخابية بشكل مبدئي أقدر أقولك أن كل توقعاتي اختلفت. أنا بعد ما دورت في الدايرة ولفيت وعملت طرق أبواب، أنا طلعت الستات في بيوتها وقعدت مع عدد كبير جدا على القهاوي، لا مصر بخير والانتخابات. أنا نزلت انتخابات السنة دي بس، أنا ما نزلتش انتخابات قبل كده رغم أنها كان عندي تجربة سابقة. السنة دي بس أنا نزلت انتخابات، أنا عرفت أن الشعب المصري بخير. مش حقيقي أن هم بيبيعوا أصوات، علما أن هم قالوا لي الدايرة عندنا كلها هتبيع أصواتها، وعلى فكرة في بورصة فعلا وفي مزاد على القهاوي مين يدفع أكتر. نشوة دي في مبابة 33.500 ألف صوت، نموذج ملهم وكان قدامها يعني مال بقى ما حدش يقول. وعلى يعني فكرة نسيج مبابة نسيج معين يعني ممكن يكون المال السياسي بيلعب فيه دور. الحقيقه بعد ما لفيت لقيت نسبه المحترمين كتار جدا اكتر بكتير. عشان كده دايما بقول ان لازم اقبال الناس يكون كبير جدا صح. كل ما اقبال الناس زاد صح. كل ما الفساد تقزم بقى عامل زي الفار. هم مرعوبين على فكره من نزول الناس، الناس اللي بتشتري اصوات وبتعلي وبتعمل مزاد خايفين للناس تنزل. عشان كده بقول من منبرك الشريف انزل خوف الفار خليه يخش في الجحر. انت اقوى. لا وعشان ما نبقاش يعني محصرين بمجموعه معينه ونعمل ديمقراطيه الاقليه، شويه صغيرين دول اختاروا شويه صغيرين دول فنبقى في دايره صعبه. بالظبط. ولازم النائب يبقى شكلك، ما تخليش الملوث والفاسد هو اللي ممثل عنك. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. عندك كام سنه؟ انا كبيره يعني مش هقول لك برضه. انا عندي ولد عنده 17 سنه كفايه عليه. شوفي رغم مفاجاه السؤال بس تماسكت في اخر لحظه برضه. اصل اولا شكلها صغير جدا يعني اقبالها على المساله دي بالروح دي بال يعني لا يعني فعلا تستحق التقدير. حضرتك الشرف. لا لا والله. صباح فتاح ايه اخبار ويلي بقى؟ دي برضه دايره شبرا عروض الفرج. عروض الفرج الويلي. اصل عبير اثرت عليا بالروض الفرج وشبرا دي بقى دايره صعبه جدا. هي من جهه صعبه، هي صعبه جدا فعلا. بس هنا شبرا وعروض الفرج بتمتاز بالعراقه. دايره اصيله فعلا. احنا كلنا بنحب شبرا في اي حته بنقول شبرا وفي اي مكان. شبرا عندنا بتمتاز زي ما الاستاذ قالك كده زي الدار الويلي. عندنا في شبرا ورود الفرج ناس قمم وناس بسطاء جدا بتجمع بين القمه والقاع بالظبط زي نهر النيل اللي بيفصل بين بولاق والزمالك. عندنا الاثنين. عندنا حاجات كتير قوي في شبرا. عندنا المصريين الاحرار في شبرا. عندنا المصريين الاحرار في شبرا. ما انا عايز اشوف الاحزاب بقى اخبارها ايه. عايز الاحزاب القويه اشوفها موجوده. عندنا المصريين في شبرا وعندنا احزاب ثانيه نازله. يعني الـ انا عايزه ادخل في المعركه شكلها ايه؟ حاله التنافس اللي حضرتك فيه، مين الاحزاب اللي بتنافسك؟ هل منافسك من المستقلين؟ هل منافسك من الاحزاب؟ المنافسه شكلها ايه؟ اولا هي كام مقعد؟ المفروض مقعدين. مقعدين وده ظلم جامد جدا على شعب. صعب. يعني انا مساعدتك النهارده اكتشفت حاجه مهمه جدا باشمهندس باسل، ان دايره المرج والخنكه 360 الف صوت وعندهم اربع مقاعد. شبرا رود فرج 280 ألف صوت عندها مقعدين. بأي منطق؟ طب هو فين تقسيم الدوائر السليم وفين العدل هنا؟ فين العدالة؟ فين وزير العدالة الانتقالية اللي قال لك احنا بنوزع بين السكان؟
ما خلاص بقى سبق السيف العدل. تمام. دلوقتي دي مقعدين، فده مساله صعبه يعني جدا. عندكم 12 مرشح قبطي في اللجنه في عندنا 12 دي. مرشح قبطي في اللجنه في الدائره عندنا، واجمال المرشحين 34. فيهم فردي مستقل قوي، وفيهم مسؤول احرار قوي، وفي احزاب تانية برضه قويه. مين بينافسك؟ مش عايزه اشخاص، لكن التوجهات كاحزاب ولا اشخاص؟ الاثنين لو بتحب. منافستك فين؟ يعني انت خايف مين ياخد منك المقعد، المستقل ولا الحزب؟ لا الحزب مش المستقل. اللي هو حزب ايه؟ المصريين الاحرار. شفت بقى انا سالتك على تمام. سالتك ده بحكم المال والدعايه والقدره على، لان ده حزب غني وقوي وموجود بشكل وحاصد مقاعد تمام. في المرحله الاولى بشكل في اكتساح كبير. هل ده نتيجه المساله دي ولا الرصيد الشعبي وحاجات تانية ممكن تشتغل؟ والله الرصيد الشعبي انا مش عايز نتكلم على اشخاص، لان لو كان الرصيد الشعبي المفروض الرصيد الشعبي زي ما باشمهندس باسل قال انت لما بتنزل النهارده كمستقل بتتكلم على رصيدك انت الشخصي، صحيح، على توجهاتك وشغلك وعطائك في الدايره من سنوات طويله، صحيح. انت مستحيل انك تنزل انتخابات مجلس وتقدم على التجربه ديت العظيمه وتبعد ونائب في البرلمان عن الشعب اللي اذا كان عندك خطوات ثابته انت عملتها، اذا كان عندك مؤيدين وبقوه وناس وراك وشعب بيدفعك للامام عشان تنزل هذا المكان، مش هيجي الرصيد ده اللي بخلال التراكم ده في خبره من خلال خدمات. انا دي رابع دوره انزلها زي 2005 2010 طبعا ايام الحزب الوطني ما كانش فيه كلام. 2012 كانت التوجهات كلها طبعا باشمهندس عادل باسل شاف التجربه معانا كانت عامله ازاي شرسه جدا. ما كانش في اي زي ما باشمهندس باسل قال بالظبط، دفاعا او دوره احس ان في معركه انتخابيه سليمه. بس هو للاسف طبعا يشوف بعض التشوهات. زي ايه؟ ما هوش زي ايه دي بقى هنخش في حاجات كتير قوي. زي ما يعني اتكلم مع حضرتك بصراحه، يا زي المال السياسي، زي التوجهات، التصويت الطائفي ممكن يكون مشروع في مطروح في دائره زي بتاعتنا. انا بحييك. انا بحييك، يا ريت. والله احنا في شبرا عندنا حي، يعني كلنا نماذج واحده مع بعضنا، ايد واحده. انا من اعز اصدقائي حنا وديع وسيحه بتاع سمك وابونا ميخائيل وابونا استفانوس وابونا وحنا، ناس اصدقاء وناس زي الفل. ما اعتقدش ان التوجهات، ممكن التوجهات كانت تيجي لفترة محددة. التوجهات جت عشان كان ظلم الإخوان أو نظام الإخوان. فده اللي حصل بالظبط. كان طيار ضد طيار. التيار ده خايف من هذا الطيار فاضطر إنه يوجه، بيحافظ على نفسه. فاضطر إنه يوجه. دلوقتي ممكن تبقى شايف إن ده يبقى غير. ما أعتقدش إن مفيش توجهات. أنا كشخصيًا في شبرا شايف إن مفيش توجهات. طيب الحمد لله. تمام؟ دي لأن الناس في شبرا بتختلف عن حاجة تانية. احنا فعلا في شبرا بيوت مفتوحه لبعضنا، بنحس طيب. ان اسره واحده. هنطرح بعض الاسئله، وخلينا اهتم قوي بالبرامج اللي ممكن او الافكار اللي طرحها المرشحين المستقلين، لان كنتوا اللي هتبقوا الاساس والاغلبيه. المستقلين دول هم هيبقوا العماد الاساسي لهذا البرلمان، لان ما عندناش حزب قوي او احزاب قادره ان هي تعمل تكتل كبير. بس ناخد بعض الاتصالات، ناس عايزه تطرح على حضراتكم بعض التساؤلات. معانا مين يا جماعه؟ استاذ عادل من القاهره، اتفضل يا استاذ عادل. استاذ عادل مين؟ استاذ رامي من المنوفيه، اتفضل يا استاذ رامي. الو. اي فندم، مساء الخير. مع حضرتك رامي من المنوفيه. اهلا يا استاذ رامي، اتفضل. والله انا كنت عايز اتكلم في حاجه، انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا جدا. يعني النهارده انا 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 كمواطن وكناس لما بلاقي شاب من سني مترشح لعضويه مجلس النواب، حاجة يعني فخر ليا وفي ثقة بيني وبينه، واحس ان الجيل بتاعي بدا يخش في الحياة السياسية. كويس. فالنهارده انا عندي في دايرتي مرشح اسمه الدكتور باسم كبله. الدكتور باسم كبله ده مرشح انا حاسس ان هو من سني، اعرف اتكلم معاه. شباب كتير جدا ملفوفة حواليه. يعني انا فرحان بده. التجربة احنا فرحانين بيها جدا هنا في المنوفية، لدرجة ان احنا يعني خلاص وصلنا مرحلة ان احنا ان شاء الله ربنا وفق الحملة او وفق الدكتور باسم انه ينجح او ما ينجحش، احنا فعلا كسبنا ان احنا اول مرة على ايد الراجل ده نخش كشباب في الحياة السياسية، ونحس ان احنا لينا حملة ولينا رأي، ملفوفين حوالين شاب مش راجل كبير
بيدينا تعليمات وبيقعد يحكي لنا عن قصص. طيب انا بشكرك على الروح دي رغم ان هي بتحمل قدر من الدعايه، بس انا هعتبره مقبول لان في فكره الاهتمام. يعني كان دايما يتقال ان الشباب لا يشارك، لكن الحقيقه في ميزه في هذا البرلمان ان الشباب بقى مشارك كمرشح، ودي مساله الحقيقه الناس تاخد بقى الصوره السلبيه في حاجات كتير، لكن دي نقطه ايجابيه. معانا مين يا جماعه؟ استاذ احمد من الدقهليه، اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم يا استاذ رشا. عليكم السلام يا استاذ احمد. اولا انا حزين جدا بالنسبه لاعضاء الحزب الوطني، في معظمهم نزلوا في الدوره الاولى. انا كنت بتفرج على برنامج مع الاستاذ وائل الابراشي، كان في اثنين ابهاتهم كانوا اعضاء مجلس الحزب في الحزب الوطني، وبعدين رجعوا ورا وبعتوا اولادهم نجحوا في الحزب الوطني. فطبعا ازاي هنتعامل مع الحزب الوطني تاني واحنا عملنا ثورتين؟ يا استاذه رشا انا حزين جدا على اشتراك الحزب الوطني في البرلمان القادم، لان احنا عاوزين جديد. ما هو حضرتك لما تنزل وتشارك بصوتك ستستطيع ان تاتي على الاقل بمن تختار. يعني ملكي، لان اقول باننا بالنسبه للثوره، لو سمحت يا استاذ رشا، بالنسبه للثوره انا بقول عشانك يا مصر صنعنا الثوره بالتحرير ومحينا عهد الفساد والظلم بالتغيير، وقلنا مصر الحبيبه دي خلاص هتتحرر من عهد فاسد وفيه الشهد كان مرر، رفعنا تاج الكرامه على طول على جبينك، وقمنا نبني بايدنا المجد ونزينك، لسه يا دوب هنمشي خطوتين قدام لقينا فيه مليونات رفعوا تاني الاعلام، جماعه بتقول شريعه والتانيه حريه والثالثه بتقول هاتولي الحكم في ايديا، وانا اللي قاعد على الكندا وما بيديش تايه ما بين دول ودول، عايز رغيف ليه؟ انا قلت لك انزل بقى ما تقعدش على الكنبه، ما هو لما تنزل هتختار اللي انت عايزه. معانا مين يا جماعه؟ علاء من الشرقيه، اتفضل يا استاذ علاء. السلام عليكم استاذ رشا، تحياتي ليك ولضيوفك الكرام وقناه دريم المحترمه. اهلا وسهلا. والله يا استاذ رشا يعني احنا في دايره مركز ومدينه احسنيه محافظه الشرقيه، ودي طبعا احد خليني بس قبل ما اخش في الانتخابات انا بهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بمناسبه عيد ميلاده، وربنا يا فندم يحفظك لينا كده. وعاوز اقول ان بالنسبه للانتخابات يا استاذ رشا، اول حاجه انا هتكلم في نقاط سريعه، وطبعا اول نقطه بقول ان طبعا ان لازم الناس بعد اللي بنشوفه في فرنسا واللي بنشوفه من المؤامرات الخارجيه، الناس مستنيه ايه؟ لازم ننزل ونشارك عشان يا جماعه نعرف الناس والعالم العربي والاوروبي ان الناس مؤيدين ل 30/6 ومع بلدهم ومع وطنهم ومع جيشهم ومع شرطتهم ومع قضاءهم. فالناس لازم في المرحله الثانيه الناس تنزل مستنيين ايه بعد اللي بنشوفه في الدول حوالينا يا استاذ رشاد. ثاني حاجه اخش في دايرتي، انا في دايره مركز ومدينه الاحسنيه محافظة الشرقيه. انا عندي ثلث مساحه السكان، واحنا ثلاث مراكز في بعض، صان الحجر منشاه ابو عمر والحسينيه. حضرتك احنا عندنا 17 مرشح. 17 مرشح يا استاذ رشا، عاوزين منهم ثلاثه. اللجنه العليا للانتخابات يعني مشكوره عملت لنا ثلاث اعضاء، يعني شالت من علينا الحرج. بس بقول ان في ناس بتقول لك بعض اللي نازلين انتخابات حزب وطني وبعضهم كان ينتمي للاخوان وبعضهم مش عارف ايه، طب انا مستني ايه؟ انا انزل، انا عارف واحد زي الاستاذ باسل مثلا او الناس اللي ضيوف مع حضرتك مثلا شباب وعارفهم ان انا واثق فيهم، انزل اديهم عشان ما اديش فرصه تيجي من الشرقيه تدي الوطني خلي بالك انا شرقاوي برضه الدم بيحن يعني مرشحك بعد كده الدم بيحن الدم بيحن طبعا يا فندم ده احنا الاستاذ باسل طلع شرقاوي كمان ما الاستاذ باسل انا عارف انه شرقاوي عشان كده بدي مثل عليه لانه بلدياتي يا حبيبي ربنا يخليك ربنا يخليك مشرفنا وعلى فكره مفتقدينك في كل التوك شو والله بس انت شرف للشرقيه يا باسل دي والله حبيبي ربنا طيب شكرا يا استاذ علاء شكرا ناخد اخر اتصال عشان نعرض استاذ محمد من القلوبيه اتفضل يا استاذ محمد مساء الخير يا استاذه رشا مساء الخير يا فندم تحيه ليكي وفيما نفس انت حضرتك ما غطيتوش لسه ان هم النواب اللي هيعينهم الرئيس انا بعرض نفسي وبحجيب لكل شاب في اي مدينه في مصر شقه ب 100 جنيه في الشهر وعندي ثلاث مشروعات قوانين تجيب شقه ب 100 جنيه في الشهر في كل المدن وعندي حل لمشكله المرور ومشكله مياه النيل واسال الاستاذ بدر عادل يعلق على الجمله الاولى دي
قانون الخدمة المدنية تمخض الجمل فولد فأرا، تمخض الجبل فولد فأرا. عايز أستاذ بس اللي يعلق عليها. أنا هسمع حالا رؤاهم وعشان كده هنسألهم على بعض القوانين. بشكرك يا أستاذ محمد. خلينا نطرح رؤية حضراتكم كنواب مستقلين في البرلمان القادم. طبعا عندنا ميزة كويسة قوي إن المستقلين لو نجحوا ما ينفعش يروحوا ينضموا للأحزاب، الحمد لله كانت المسألة دي بتعوق. لكن هنا سيكون هناك تحرك للنواب المستقلين جوه البرلمان برؤاهم بفكرهم ببرامجهم. لو أنا عايزة أعرف أربع نقاط رئيسية في برنامج حضرتك يا باشمهندس باسل تبقى. طيب اولا مبسوط انك بتناقشيني في البرنامج، لان في جزء رخيص جدا في المعارك الانتخابيه تلاقي ما حدش بيكلمك لا في البرنامج ولا في السي في، ويروحوا المناطق رخيصه جدا. فانا مبسوط جدا ان هنتكلم على البرنامج يا استاذ رشا. انا عندي مجموعه من النقط محاور مهمه هقولهم بسرعه. عندي محور ليه علاقه بالغلاء، الغلاء بقى مشكله كبيره جدا عندنا، مشكله معدل التضخم، نقص العمله، مساله ضعف الانتاج. المهم كل ده ادى في النهايه ان الاسعار بقت غاليه جدا. فعندي اقتراح بمشروع قانون ان يبقى فيه ميزه ضريبيه للتاجر ذو الارباح الاقل. دي هتعمل ايه؟ هتخلي التاجر الاول يطلع ورقه ومبقاش حاسس ان الدوله او الضرايب عدو، لان هو في النهايه كل ما هيقدم ميزه هياخد تخفيض، فالدوله تشوف هذا السوق، كمان المواطنين يستفيدوا، ونخلق علاقه جيده ما بين الدوله والتاجر. فدي حاجه بالنسبه للغلاء. عندي مشروع لمساله البطاله، وانا كنت قدمته الحقيقه في مجلس 2012 والاخوان طبعا قطعوا عليا الطريق ان احنا نفعله، بإنشاء هيئة عامة بتقوم على مسألة تقليل البطالة ومقاومة مسألة البطالة. دورها إيه؟ عندها ثلاث أدوار. الدور الأولاني إن هي بتدي منحة للشباب العاطل شهرية مرتبطة بإنه يروح يتدرب تدريب تحويلي حسب احتياجات السوق، يعني كويس. مش هياخد بتخلق المنحة. حافز عنده عشان يروح يتدرب كويس. مش إن أنا هديله المنحة وهو قاعد في البيت وسهران على القهوة لغاية الصبح، لازم يروح يتدرب وينجح كويس. ويمتحن وياخد هذه المنحة. الهيئة دي كمان هتربط نفسها بكل سوق العمل سواء في مصر أو الدول العربية، ولو كمان قدرنا نوصل لأوروبا وطلبات السوق في أوروبا، فيبقى أنا عندي المسألة متكاملة. فاضل مسألة الموازنة، معلش بكلم بسرعة عشان أقول كل النقط. مسألة الموازنة إحنا مش هناخد حاجة خالص من موازنة الدولة اللي هي مثقلة أصلا بالأعباء، هنروح للبنوك. البنوك عندها بادجت كبير بتخرجوا الحاجة اسمها المسؤولية المجتمعية. بنك عشان يفضل يكسب لازم المجتمع ده يفضل آمن ومستتب ومستقر، صح كده؟ فبيطلعوا جزء من فلوسهم في هذه المسؤولية الاجتماعية، أنا هاخدها ومنها هحطها، يبقى هي البول اللي هنمول بيه مسألة المنحة دي للشاب، منحة البطالة لغاية ما يشتغل، هي إعانة لحين العمل، ما اسمهاش منحة بطالة، إعانة لحين العمل. ويبتدي الشاب لما يشتغل ويتوظف عن طريق سوق العمل والربط ده يبتدي يسدد هذه المنحة بفايدة بسيطة جدا، مثلا 3% 4% بسيطة، بس عشان يشعر ان الفلوس دي ما خدهاش ببلاش او خدها وخلاص. فالمسألة دي المترابطة المتكاملة مهمة جدا. كمان هتخلق لك حراك مجتمعي، بمعنى ان هنقدر نفرق ما بين الشاب اللي عايز يشتغل ومش لاقي، والشاب اللي مش عايز يشتغل وبيقول انا مش لاقي شغل. وعلى فكرة ده فرق كبير جدا. والمجتمع نفسه هيبتدي يفرز مين الشاب الناهض والنابه اللي عايز يشتغل بس عنده مشكلة في مسألة الشغل. دي على قصة البطالة. عندي قانون هيئة كمان مستقلة للتعامل مع البطالة، هيئة قرار بقانون بإنشاء الهيئة دي وتديها كل الصلاحيات، وكمان هي تتصل بسوق العمل، تتصل بالنقابات في الدول العربية، تبحث عن طلباتهم، تؤهل الشباب لهذه الطلبات، فبتخلقي حراك كامل في مسألة التشغيل. عندي حاجة موجهة للمرأة، والمرأة في صدر العملية السياسية يعني دايما، مسألة المرأة المعيلة والمرأة المطلقة. بقى عندنا نسبة تقريبا 60% 70% من حالات الزواج فيها طلاق. في معظم حالات الطلاق الزوج لا يفي بـ 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 بواجباته المادية تجاه الأسرة، بقى سواء زوجة بس يعني مستحقاتها أو كمان لو في أبناء، وسكة المحاكم طويلة، وسكة المحاكم تقعد سنة سنة ونص. فنسيب الست دي تفضل تتعب وتجري على عيالها، وممكن ما تعرفش تدفع مصاريف المدرسة أو تأكلهم وتشربهم، وممكن يحصل مشاكل اجتماعية أكبر من كده بكتير. هندخل وزارة التضامن بإجبار تشريعي إن هي تسد هذا الفراغ فورا، وتدي الست منحة شهرية تقوم بطلبات بيتها لحين تسوية مسائل. هو في معاش للمطلقات والأرامل في التضامن الاجتماعي بس هو قليل شوية. لا ده أنا بتكلم أنت بتسدي جاب لغاية ما تبتدي هي تاخد منحة للولاد أو فلوس للولاد، بتسدي جاب ممكن يحصل نتيجة الخلاف القانوني فهتتدخلي فيه. كمان طبعا مسألة المرأة المعيلة اللي هي الست اللي بتقوم على بيتها والتشغيل. كمان عايز أقول لحضرتك على فكرة في مسألة التعليم. جينا في 2005 عملنا إحصائية كده، شفنا هو موازنة الدولة اللي رايحة للتعليم يخص الطالب في مصر كام. أنا بكلمك على 2005، يعني ده آخر رقم أنا فاكره لأن عملت عليه دراسة كبيرة في الوقت ده، كان يخص الطالب 1666 جنيه، يعني كل طالب في مصر في المدارس الدولة بتصرف عليه في 2005. طبعا الرقم ده أكيد تضاعف، يعني أكيد وصلنا ل 2000 وشوية.
ولقينا في 2005 وهو دلوقتي ان الرقم ده ممكن في مدرسة خاصة بسيطة برضو ما هياش يعني عظيمة تطلع طالب احسن بكتير جدا من الطالب اللي بيطلع بمدارس الحكومة. فنتيجة الدراسة دي لقيت ان المبلغ يسمح ان يطلع منتج تعليمي احسن والدولة بتملك المدارس، فيبقى في فكرة، يبقى فين المشكلة، فين الجاب؟ الجاب جاي من ان الدولة بتدير مسألة التعليم وفي مشكلة في هذه الادارة، ان المدرسين جايز مش كلهم، طبعا في ناس كتيره كويسه لكن مش كلهم بيقوموا بدورهم. عايز تاخد الطالب ده توديه مدرسه تجريبيه؟ لا لا لا، انا عايز الطالب هيفضل في مدرسته، وعايز اجيب شركات اداره تعليميه تاخد موازنه الدوله مش اكتر، تصرفها على الطلبه دول وتصرفها على العمليه التعليميه وتدرب المدرسين وتكسب من الموازنه دي، وده ممكن جدا. لان بقول لحضرتك ان هناك مدارس خاصه بهذا الرقم بتعلم الولاد تعليم احسن بكتير، الطالب هيفضل في نفس المدرسه. انا عايز ادخل القطاع الخاص جوه المدارس الحكوميه، شركات اداره تعليميه، واسمح ليهم ان هم ياخدوا المدرسين ويدربوهم ويحسنوهم ويقوموا بالعمليه التعليميه. طب احاسبهم ازاي؟ عندنا حاجه اسمها هيئه ضمان جوده التعليم موجوده، ورئيسه الهيئه استاذه عظيمه جدا استاذه يوهانس نعيد، استاذه دكتوره، ممكن ندخل ان هي بتبتدي. طبعا انا ما بتكلمش على المناهج، المناهج الدوله هتحطها زي ما هي والمدارس قائمة مش هتغيرها، هتبقى الهيئة دي هي اللي بتشرف على العملية التعليمية ومستوى الأداء. والله الطلبة نجحوا بنسبة 100%، تعالى اصرف اللي أنا بصرفه على الطالب، أنت يا شركة إدارة 100%، نجحوا بنسبة 90%، تعالى خد مني 90%، يعني يبقى في تقييم بشكل أو بآخر. وأجمل ما في البرنامج بتاعك إنك واخد قضايا حيوية وحاطط أفكار يعني تصلح للاختبار، ممكن تبقى صح ممكن صحيح تبقى غلط صحيح. لكن انت ماسك الامور اللي فيها احتياج حقيقي، البطاله، الاسعار، المراه المطلقه او المعيله، ومساله التعليم، وده ملف كبير يمكن ان تطرح فيه. لكن دي اربع تشريعات رئيسيه وينطبق على الصحه، يعني نفس الكلام اللي على التعليم على الصحه. عندي حاجات تانية، عندي كمان شغل على المحليات والاداره المحليه في مدينه نصر، يعني انك ازاي تتدخلي في الموازنه من الاول، لان ساعات تضغطي على رئيس الحي وما عندوش فلوس صحيح. في كنائب للحي فتروحي له، ساعات انت مش عارف الموازنه حجمها بالزبط. ايه وتصرف ايه، فانا كنائب شفافيه في المسألة عندي خبرتي لا انا هتدخل في الموازنه اللي هتروح لمحافظه القاهره، وبالتالي هتدخل في الموازنه اللي هتروح لحي مدينه نصر، بحيث ان هي تراعي اولوياتي، ونعمل خطه وندرسها مع رئيس الحي والسلطه التنفيذيه بحيث يبقى عندنا اولويات نحط فيها الموازنه دي. خلي بالكم هنسال باشمهندس بس لو نجح هجيب لك الفيديو ده. طبعا انا كاتب ده في البرنامج. لا وهنجيبه لك عشان طيب استاذ عبير، لو بنتكلم في اربع مشروعات قوانين او تشريعات حضرتك هتتبنيهم في حال توفيق حضرتك ان شاء الله ونجاحك في الانتخابات. بصي، او انا معنيه بكم حاجه غايه في الاهميه. اولا اللامركزيه، يعني نفسي اطبق اللامركزيه بشكل حقيقي وفعلي. نفس المحافظات يكون فيها بينها مباراة للأداء. نفسي تكون موازنة المحافظات خاصة، مش هي اللي بتوزع. كل محافظة هي ليها مقدراتها اللي ممكن تستفيد بيها وتقدر تعلي موازنتها وتقدر توظف الموازنة دي. يعني مركزة على بنود معنا في قانون الإدارة المحلية بالضبط كده. أنا نفسي يجي المحافظ بالانتخاب وتبقى كل محافظة ليها ميزانيتها الخاصة. ده هتعمل مباراة، يعني ممكن أنت تلاقي أسيوط فوق والقاهرة تحت والعكس صحيح. مش لازم بس تحديات وصعوبات المحافظة مختلفة. يعني ما انا هكمل لحضرتك توجهاتي بعد كده عشان نزود المقدرات، نستغل مقدرات كل محافظة ازاي. دي نقطة غاية في الأهمية من وجهة نظري لمكافحة التباطؤ والترهل الخاص. انت بتتكلمي عن عصب الأداء في الدولة، المحليات والمحافظات بالظبط. انا مش ممكن اتكلم في رفاهيات من غير ما اظبط عواميد الدولة. عمود الدولة يعني محددة في المحافظة والمحليات وفي التشغيل الشباب وفي تطوير التعليم، كل دول تقريبا، والتعريفة مراقبة التعريفة، السلع الغذائية الأساسية إن هي ما تبقاش أغلى، مش إنها تتوفر على فكرة، إنها ما تبقاش أغلى، إن هي ما تضلعش المواطن المصري. الأول لما قلت لحضرتك ليه علاقة باللامركزية، أتمنى يكون في تشريع يضمن إن إحنا نعرف ننتخب المحافظ، والمحافظ اللي ما يقديش أداء جيد يسقط. طيب يعني للمحافظ بالظبط كده. في مسألة التوريث، توريث المحليات بتمنى انها تنتهي بشكل حقيقي. يعني لازم يكون عضو مجلس المحلي ملوش الا دوره او اتنين،
زيه زي النائب ما يتمش توريث المحليات، لان احنا بنفوجئ ان في شبكات لتوريث المحليات وانتخابات المحليات بيتم التربيط عليها حتى من قبل الانتخابات. فبتشعري ان عضو مجلس المحلي قاعد فتره طويله جدا جدا ومورث كمان المقعد بتاعه، وعشان كده ما بتلاقيش اي نوع من انواع التدارك او التطوير. يبقى انت قانون الاداره المحليه هتركزي فيه بشكل كبير جدا جدا بالنسبه لي. بالنسبه لي كمان ازاي استغلال مقدرات اللي ليها علاقه بالمحافظات، مقدرات كل محافظه. انا شايفه ان لو مثلا على مثال على دايرتي، دايره الظاهر والويلي، فيها ثلاث معابد يهوديه، فيها بيبرس، فيها السكاكيني باشا، قصر السكاكيني باشا، بالمناسبه انا ساكنه في وشه، فيها كنائس عريقه، الموارد الخاصه، ما جاش نائب واحد عمل ان حط الدايره على خريطه الساحل المصريه، علما ان انا ممكن ادخل الدولار وادخل السياح وابقى زي الاقصر. دي ليها علاقه برضو بالجماليه وبعابدين وباب الشعريه وبعض الاماكن اللي فيها اماكن حيويه على مستوى مصر مش على مستوى دايره بعينها. لو تم اختيار او رصد الامور دي كلها ووضعها على لستة الاثار، وعمل بروتوكول مع وزاره الاثار، وعمل بروتوكول مع وزاره السياحه، وعمل بروتوكول مع وزاره الثقافه، وقدرنا ان احنا نشغل مجموعه هايله من الشباب، وهنقدر كمان نغير حتى شكل وطبيعه المنطقه وحاله التنوير وحاله الثقافه اللي ليها علاقه بالمنطقه. بالنسبه لتطوير التعليم، انا شايفه من الخطا الفظيع اللي بترتكبه الحكومه او بيرتكبوا بعض المسؤولين الاستعانه ببعض الوزراء او بعض الناس اللي واخدين خبرات خارجيه او مستشارين ومراكز عليا، وما بيستعينوش خالص بالصناعيه. يعني دايما المدرس او مدير المدرسه مش موجود في اللجان الاستشاريه، او مش هو اللي بيحط الاستراتيجيه، ولا اولياء الامور. بالمناسبه احنا بناخد ناس من فوق هم اللي بيضعوا الاستراتيجيه، حوارات مجتمعيه يعني تطوير التعليم يشارك فيها اطراف العمليه، ونقضي تماما على منظومه الدروس الخصوصيه بشكل ممنهج، وهم اللي عارفين على فكره. يعني انا قعدت في لقاءاتي مع مديرين المدرسه، حطوا لي افكار، هم اللي حطوا لي البرنامج مش انا. يعني هم اللي حطوا لي وضعوا لي واضاؤوا لي، وده مش عيب. النائب مش مفروض ان هو كل حاجه يحتكر وضع برنامجه او وضع تحركه. النائب مفروض يكون شريك. طيب مع اصحاب المشاركين في العمليات التعليميه كعناصر يبقوا مشاركين في تطوير. تمام بالظبط كده، بشكل تعليم حقيقي وقانون التنميه المحليه. غير كده ان لازم يكون في تشريع قوي لتطبيق فلسفة العقاب والثواب. دي مش موجودة خالص. صحيح. يعني احنا ما شفناش مثلا مرشح انتهك سقف الدعاية تم شطبه من الجداول. خلينا نقول ما شفناش تاجر قام بانتهاك التسعيرة او التعريفة والقوانين اللي بتنظم عقاب. لازم يكون في عقاب وردع. ما شفناش الناس اللي بترمي الزبالة في الشارع انها بيتم عقابها، عقابها الفوري حضرتك. مالي كان او مادي او يعني بغض النظر ايه. انا اتمنى ان يكون في تشريع حقيقي حتى يتحط سيستم لده. يعني بره الغرامات بتتاخد من حسابك على طول، يعني بيدخلوا على حسابك يغرموكي. طيب فلو اسمع استاذ عبد الفتاح بقى، بس خلينا يا فندم ناخد بس عدد من الاتصالات الهاتفيه عشان نبقى يعني نعمل نوع من المشاركه مع حضراتكم في الحوار. استاذه امل مساء الخير. الو مساء النور. مساء النور. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى الحضور وانا بتشرف بيكم كلكم طبعا. انا بس سؤالي او الكومنت بتاعي الاستاذ باسل. استاذ باسل، طبعا حضرتك ترشحت في الدوره اللي فاتت، واحنا كنا كلنا معاك في مدينه نصر ما شاء الله، يعني مع والاعاده برضو. بس في حاجات ما كناش عارفينها، كلكم كنتوا شباب وكنا عايزين الشباب، لكن دلوقتي عرفنا في حاجات. ما فيش دخان من غير نار، وده كلنا طبعا عمليا لازم نعرف ونتاكد من كده. سؤالي يعني والخلاصه، معلش هي حاجه شخصيه، حضرتك زوجة لا انا عايزه اقول حاجه يا استاذه امل، يعني ارجو ان احنا ما نتطرقش لقضايا شخصيه. انا واخده القرار ده النهارده في برنامجي، حضرتك لو عايزه تناقشي اي حد من المرشحين لان حياه الانسان الشخصيه
هي ملكه هو. انا مش بس دي حاجه شخصيه، ما دي حاجه، دي حاجه تهمني انا، ما دي تهم ايه هي الحاجه الشخصيه وتهم حضرتك في ايه يعني؟ ما يهمك في باشمهندس باسل او في استاذ عبير او في استاذ عبد الفتاح هو ما سيقوم به من اجل هذا الوطن. معروفه ما ولازم نعرفها، هيخبيها يعني هيحط. يا فندم انا خليني بس اقول لحضرتك حاجه وساعدينا يا استاذه امل، ان احنا كلنا في الاعلام وفي المجتمع نخلق ثقافه مختلفه. حياة الإنسان الشخصية هي ملكه هو فقط، لكن حياة هو عند حضرتك كنائب مرشح، اتفضلي اسأليها على اللي انت عايزاه، أستاذة عبير اسأليها على اللي انت عايزاه، لكن فيما يتعلق بحياة الإنسان الشخصية لا يجب أن تكون مادة للتناول، لأن أنا هدخل في معارك انتخابية الناس فيها تحاول تسيء إلى الشخصيات وتنتقص منها وتتدخل في أمور لا علاقة لها. إحنا جايين النهاردة في الحوار وإحنا ناويين نناقش برامج وأفكار. معانا مين؟ أستاذة جودة من الشرقية، اتفضل يا أستاذ جودة. السلام عليكم استاذ رشا. عليكم السلام يا فندم. والله يا استاذ رشا اني بتفرج عليكي كل جمعه. معايا حضرتك؟ اي فندم اتفضل. انا بتفرج على حضرتك كل خميس وجمعه يا استاذ رشا. الله يكرمك يا فندم والله، الله يعزك، اتفضل. واحنا الفلاحين الغلابه اللي مش عيلتنا الاقتصادي، واحنا الفلاحين اللي احنا مش طلعنا خالص لا في مظاهرات ولا في مشاكل ولا حاجه، من بيتنا الغير ومن فاسنا الارض انا مصالحنا وكل حاجه. بس ان شاء الله يا استاذ رشا احنا هنطلع عشان ننتخب وعشان نقول صوتنا. واني يا استاذ رشا كان كنت عاوز اقول حاجه والله مهمه واقول ان احنا الشرقيه مظلومه في كل حاجه. بس انا بتفرج على جميع البرامج اللي بتيجي في التلفزيونات كلها وفي القنوات كلها. كان نفسي تستضيفي شويه شباب من اللي هانتنا في البلد مترشحين في الانتخابات، اولاد شباب حلوين كنت نفسي تستضيفي منهم، حتى الاستاذ ابراهيم الفرحي. عند حضرتك حق، شباب الاقاليم والمحافظات استاذ ابراهيم يا استاذ رشا يبقوا موجودين في المشهد. وانا اوعدك ان اول حلقه هنعملها مع النواب الناجحين هتبقى من الشباب دول ان شاء الله. استاذ رشا والنبي يا استاذ رشا بالله عليكي تستضيفي استاذ ابراهيم البرعي بالله عليك، ولد شباب حلو. وبعدين اوعدك اول ما ينجح احنا يا استاذ رشا زهقنا من الناس اللي كل يوم في البتعود دولي وكل يوم في عندك حق دولي. عندك لازم الوجوه الجديده ولازم الشباب الناس اللي عنده كلهم على دماغي، بس عاوز واحد فلاح يطلع يقول مش لاقي اشرب ولا لاقي اكل ولا لاقي بشتغل باليوميه. يا استاذ رشا ارجوكي جيبي لنا نواب الفلاحين زي الاستاذ ابراهيم البرعي، السيد ابو رحمه، دكتور احمد عبد اللطيف، النواب المحترمه. احنا عندنا نواب كتير، ابوس على ايدك. لا يا فندم العفو، ده حق حضرتك وده واجب. جوده عبد السلام ابو عمر، انا جوده عبد السلام ابو عمر عندي بتاع دخلت على 50 سنه ونفسي اشوف واحد من المرشحين من عزبه اسمها عزبه ابو شميس، نفسي اشوف مرشح يطلع معاك يتكلم على مشاكلنا. قسما بالله احنا بنشرب ميه من العربيات بنجيب ب 5 جنيه و 10 جنيه في اليوم، وانا بشتغل باليوميه ب 40 جنيه وبدفع كهرباء وبدفع ميه وحاوكل عيالي منين. خليك معايا يا استاذ جوده يا لطفي، زمايلي في الاعداد سامعين النواب اللي هينجحوا في اول ان شاء الله في الشرقيه هم دول اللي هيبقوا معانا عشان يعبروا عن قضايا اهالينا في الشرقيه. بشكرك يا استاذ جوده. بس اسمحي لي عشان في حد اتكلم، انا يعني الاستاذه اللي سالت، الحقيقه انا مبسوط ان بقت حياتي الشخصيه بتهم الناس ودي حاجه جميله جدا، وانا عايز اطمنها حياتي الشخصيه مستقره جدا الحمد لله. مراتي اهم داعم في الحمله الانتخابيه، ولادي معايا يوميا، ما عنديش حاجه شخصيه يعني اتسال عليها، ويعني اعتقد ان ده متاح يعني في العمليه الانتخابيه بس من غير ما الناس تتدخل، لان هو في النهايه حرمة الحياة الشخصية. بس ما عنديش يعني أي مشكلة، ما عرفش السؤال ده جاي ليه، هل يعني هي فعلا مهتمة يعني اهتمام خاص ولا؟ بص يا أستاذ باشمهندس، بس زي ما أنا بقول إحنا هنرسي يعني أحاول إن أنا يكون ده هدفي أو هدف زملائي في البرنامج، إحنا بنتكلم ما يهمنا من حضرتك الدور اللي حضرتك هتقدمه، وناقش حاجة في حياتك الشخصية. لا أنا حبيت بس أقفل السؤال للناس تتخيل إن حياتي الشخصية فيها حاجة. الحمد لله الحمد لله فضل من ربنا حياتي وعلى الشخصية. وعلى فكرة هذا يعني أنا كنت أقول أحسن نجاح عندي يا أستاذة رشا هو حياتي الشخصية، ربنا يوفقك دايما. بس خليني أقول لحضرتك ده موقف مش مراته زي القمر، ربنا يخليهم لبعض، مش من الباشمهندس باسل العادل بس يعني من اي بني ادم بيجي عندي البرنامج حياته الشخصيه هي ملكه هو. انا لما بجيبه بصفته اللي انا جايباه فيها وناقشه في افكاره، اما حرمه الحياه الخاصه انا ما بحبش اقترب منها. وبالمناسبه في ميثاق الشرف الاعلامي اللي كانوا بيعلموه لنا حرمه الحياه الخاصه من الحاجات دي،
فما حدش بيتكلم. احسنتي والله. الله يخليك. اتفضل يا استاذه فتحي. طبعا انا مع الباشمهندس باسل والاستاذه هنا في ان البرنامج الانتخابي قالوا على حاجات كويسه قوي، بس انا برنامجي مختلف جدا. انا بتكلم من ثلاث نقاط رئيسيه. انا شايف ان حاله احتقان عند الناس. الناس متضايقه، في حاله غلاء رهيبه قوي. الاسعار ارتفع ومفيش مقابل. في حاله من حالات الاختناق لدى الشعب. الاحتقان ده عايزين نزيله. فانا في عندي شويه حاجات. بالمناسبه الاختناق دي وكانت الناس حاسه ان في جديد، فعشان كده كانت ما كانتش بتنزل تنتخب لانها احنا عايشه حياه صعبه. بص يا فندم، احنا عاصرنا طبعا ايام القديمه ونزلنا كلنا في 30/6، وانا كنت من الناس اللي كل يوميا بنزل اسبوعين، كل يوم جمعه بننزل في شبرا بنعمل مظاهرات في 30/6، وقبل 30/6 بتمطر علينا كنا بننزل برضو مظاهرات. انما ما كانش دي القضيه دلوقتي. الناس توسمت ان بين يوم وليله العمليه هتبقى كويسه، بين يوم وليله ان هيبقى في افضل. طبعا النظام بيورث حاجات قديمه وحاجات متهالكه ومحتاج وقت للتغيير. احنا بنطالب دلوقتي في برنامجي في حاجات لابد انها تبقى حاجات سريعه لازاله الاحتقان عند الناس. ايه الحاجات السريعه؟ تمام يا فندم. يعني مثلا المعاشات. الاستاذ باسل باشمهندس باسل قال المعاشات المراه المعيله مش ممكن في معاش 200 جنيه او 400 جنيه. انت قلت الحد الادنى 1200 جنيه للاجور. طب متخيل معاش 1200 جنيه؟ هو اللي بياخد اجور زي ما هي المشكله. معايا دايما رد الدوله من اين ياتي التمويل؟ ما اختلفناش يا فندم، والمواطن يموت. ده رقم واحد. ما النهارده ساعات حضرتك لما تجيب وزير ماليه وتطرح عليه ده في البرلمان هيقول لك طب اجيب تمويل من عندي عجز مالي. وانا ساعتك برضه قول لي موارد. وانا ساعتك برضه عايز اقول حاجه كويسه. ساعتك النهارده مديني معاش والاسعار بترتفع بين يوم والتاني، طب هواجه ازاي هذا الكلام؟ ما هو النهارده هو معاشه على قده، هجيب منين؟ والاسعار بترتفع. ده رقم واحد. رقم اثنين يا فندم، لابد من احترام كرامه المواطن. المواطن بيروح الجهات الحكوميه بيقف طوابير وبيتبهدل. وبيجي بكره وبعد بكره وتعالى بعد بكره. البيقراطيه المصريه. لازم تقضى عليها. المواطن كرامته. ايه التشريعات اللي ممكن تعملها؟ يا فندم الفساد. في مبدا اصابة العقاب الاستاذ قالت عليه. فين المدير العام اللي قاعد وبيسمح للموظف انه يهين مواطن والسيستم؟ انا مش فاهم ازاي بقى. طب ايه موقف حضرتك من قانون الخدمه المدنيه؟ ما هو المفروض ان قانون الخدمه المدنيه انا هاجي له دلوقتي حالا ساعتك. النقطه الثالثه، نعم للمواطنه المساواه التامه بين ابناء الشعب، بين المراه والرجل. ما فيش تميز، الغايه كافه التميز على الاطلاق. كلنا سواسيه، مفيش حد احسن من حد. ده مبدا موجود في الدستور، تعمل له تشريع ازاي؟ رقم أربعة ساعتك إلغاء. فتحي احنا عايزين ناخد حقوقنا زي المرأة يا استاذ، عايزين نتساوى بحقوقنا. إلغاء كافة الميزات أعضاء مجلس الشعب. أعضاء مجلس الشعب النهارده اللي عايز يجي يخدم أهلا وسهلا اتفضل، الباب مفتوح، أنا تحت أمرك. إنما أنت تنزل ساعتك عشان تخدم مصالحك الذاتية، لا إحنا متشكرين مش عايزينك. العصر ده بقى انتهى. بنطالب بإلغاء كافة الامتيازات. محاسبة المسؤولين يعني؟ لا يا فندم، أنا بطالب بإلغاء كافة الامتيازات لأعضاء مجلس الشعب. اعضاء النواب بتوع مجلس اعضاء مجلس النواب الغاء في الامتيازات ليهم. بحيث ان انت ما فيش مصالح شخصيه. رقم خمسه ساعتك، انا موافق لتعديل قانون الخدمه المدنيه اللي ساعتك بتطالب بيه. قانون الخدمه المدنيه يا فندم بيمثل 6 مليون موظف. لو انه متوسط الاسره 5 افراد يعني 30 مليون مواطن في البلد. يعني ثلث المجتمع المصري هيمس هذا القانون. وقامت مظاهرات بسببه. ومع هذا الحكومه مصره على تطبيقه، ليه انا مش عارف. أنا بطالب الحكومة إعادة طرح للحوار المجتمعي، لابد من هذا الكلام. أنا عايز أعرف أنت ساعتك طرحت قانون ونزلته بدون ما ترجع حتى للمجتمع وسألته، أنت ليه أطبقته؟ رقم ستة، في دي حلول سريعة. في حاجة كمان، النهاردة الموظف في القطاع الخاص لما بيجي يطلع معاش ما بياخدش مكافأة نهاية خدمة، ليه؟ هو الموظف في القطاع الخاص ده مش زي الموظف في الحكومة والقطاع العام؟ ما تديله نسبة 1% أو 2% زيادة بس انه يطلع ياخد مكافأة يقدر يسوي حاله بيها. دي من التشريعات اللي حضرتك اللي انا بطالبها اصلا. دي بالنسبه للحاجات السريعه. طيب هسأل على بعض باشمهندس باسل على بعض موقف حضرتك من بعض القوانين اللي اثارت حاله من الجدل. قانون الاستثمار، هل ستطالب باعاده النظر في قانون الاستثمار؟ محتاجين ننظر مره اخرى. قانون الاستثمار اعد على عجل وواضح ان في مشكله، والمشكله واضحه. احنا عملنا مؤتمر كبير في شرم الشيخ وما فيش لسه انتاج لهذا المؤتمر، المؤتمر الاقتصادي اللي كلنا فرحنا بيه. فيبدو ان هناك اشياء تحت السطح في القانون المحتاج اعاده نظر. وبعدين لو تفتكري حضرتك ان القانون طلع قبل المؤتمر في ليله المؤتمر، فتحسي ان اعداده فيه
عجل، فاحنا محتاجين نبص عليه تاني. مساله الشباك الواحد والكلام ده محتاج اعاده معالجه، لان هو فعلا احنا عندنا شباك واحد بس الشباك ده بيرجع ل 30 جهه. طب وبعدين؟ يعني انا فرحتي ان انا واقف قدام شباك. يبقى قانون الاستثمار. قانون التظاهر، قانون التظاهر مهم. البلاد لا تترك للفوضى، وفي نفس الوقت الحريات لازم اخلي بالي منها. انا مع قانون التظاهر بكل تاكيد، لكن عايزين ننظر في المواد العقابيه ان هي تناسب الجرم. المواد العقابيه يعني اعاده النظر مره اخرى في قانون مش التظاهر. في القانون في المواد بعض العقابيه بعض بنود القانون. لكن تنظيم التظاهر وتنظيم حق التظاهر شيء يعني اساسي. انا بقول لحضرتك ان جاي انا وجهه نظري ان العقاب اكتر بشويه من الجريمه، مش على قد الجريمه. في القانون في قياس ما بين يعني نوع الجريمه وعقابها، صح كده؟ لان بتلاقي مثلا جرائم محدده السجن فيها مثلا من 6 شهور لثلاث سنين، وحاجات من 6 شهور لسبع سنين. طب هو ايه الفرق؟ ليه المشرع عمل ده؟ لان في قياس، والقياس ده بيعرفوه رجال القانون. البعض أعتقد يرى، بما ان حضرتك كنت من شباب 25 يناير، ان النتائج في المرحله الاولى من الانتخابات البرلمانيه افرزت ما يبدو انه رفض لوجوه 25. هل انت متفق مع هذا؟ بصي، هو انا بشبه الشعب المصري دلوقتي انه كان راكب اتوبيس وماشي، والاتوبيس ده خبط مره يمين في 25 يناير، وبعدين مره تانية جامده في 30/6. ففي حاله من حالات الضباب كده في الادراك. المساله محتاجين ناخد وقت شويه، عشان لما نعمل منصه قضائيه نحكم على اي حد محتاجين شويه وقت. احنا ثوره 23 يوليو لغايه دلوقتي بنحكم عليها. انا حضرتك اتربيت ان الملك فاروق ده خاين وعميل وبتاع قمار وما اعرفش ايه، والسيدة المحترمة لميس جابر. فاجئتنا انه راجل عظيم جدا. بعد ما انا قضيت عمري كله بشوف الافلام الابيض واسود وصورة الملك فاروق عليها علامة سودة. اذا في التاريخ اتركيه لزمنه ولوقته. محتاجين اعادة تقييم بهدوء شديد. هل كان الشعب مبسوط جدا يوم 24 يناير 2011؟ كان في غاية السعادة وبيرقص في الشوارع، وجات 25 يناير عملت. ففي تيار سطأ، في تيار سطأ، في ناس استغلت، في ناس استغلت لان البلد ما كانتش معدة، لان كان في الوقت اللي قبل ده السياسيين بيتحاربوا زي ما في شبه حرب دلوقتي برضو لاي حد سياسي، اي حد مطقطق كده. كنت قلقان من ان ده ياثر على موقعك الانتخابي او مركزك الانتخابي في الانتخابات دي؟ لا بالعكس، انا يعني انا فخور بمشاركتي. انا يعني في يناير زي ما قلت لحضرتك ما اسعدنيش الحظ انه اكون تنظيمي، ما كنتش في ائتلافات شباب ثوره وكذا وكذا، ولكن في 30/6 كان دوري اكبر في المشاركه. لكن طبعا كنت مشارك في كل 25 يناير. وحضرتك، ما هو انا واحد من اللي صلحوا اخطاء 25 يناير. انا مش دخلت البرلمان وواجهت الاخوان في البرلمان واشتغلنا وعملنا، واجهناهم في الاعلام، واجهناهم على الارض في التعديل الدستوري. ما احنا كنا جزء من الحراك المجتمعي اللي صلح اخطاء 25 يناير. على فكره مفيش اي ثوره بلا اخطاء. حضرتك اتحطيت موقع تنفيذي، كنت نائب انا كنت نائب وزير الشباب والرياضه فيما بعد البرلمان. الحمد لله ادينا اداء كويس، وكان لينا بصمات في موضوع اعاده قانون الرياضه، واتعمل وشكلنا لجنه كبيره، وفي مساله ايقاف النشاط في اللجنه الاولمبيه في لوزان. وبعدين اللي عايز اقوله برضو يا استاذه رشا، احنا هنقعد نحاسب الناس على تفاصيل؟ امال هنجيب السياسي منين؟ مش السياسي ده لازم يعدي بمراحل، ولا هيعمل ايه؟ ولا هيتخلق سياسي؟ ولا يتحط في قائمه واحد ما تسمعيش عنه خالص ويبقى اسمه سياسي؟ لا للاسف طبعا في حمل تشويه. مش السياسي ده لازم يجي من خلال يعني تجربه كل الناس شايفاها؟ طيب هناخد بعض المداخلات وارجع للاستاذ عبير مره اخرى. استاذ ياسر من القاهره، مساء الخير يا استاذ ياسر. نور يا استاذ رشا، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم، اتفضل حضرتك. انا انت من الاعلاميين المحترمين يا استاذ رشا، ومن القلائل اللي بوجع الساحه دلوقتي. الله يعزك يا رب، اكون كده بس عند حسن ظنكم. اتفضل. انا سلامي لكل اللي موجودين عند حضرتك. انا طبعا من دايره مهندس فاشل، وانا هبدا بالسؤال من الكومنت الاخير اللي هو علق عليه موضوع انه كان نائب وزير، وانا دونت نو هو قبل المنصب ليه؟ يعني ليه قبل يبقى نائب مع ان الكواليفيكيشنز بتاعته انا شايف كويسه جدا. الحاجه الثانيه، انا ليه قبل ان يكون نائب وزير؟ ما قبلش يعني ليه قبل؟ ليه ما دخلش كوزير يعني؟ كتر خيرك بس ربنا يكملها بالستر يا فندم. ماشي يا بس البيت. الحاجة الثانية، أنا من عند سعادتك من الدائرة، أوكي؟ أنا هنزل أنتخب ليه يا بس البيت؟ يعني شكل الدعاية الانتخابية كما هو. أنا راجل عشت بره أغلب حياتي، أوكي؟ مفيش، انا ما بشوفش لا برامج زي ما حضرتك كنت بتتكلم كده من شويه، ولا ندوات، ولا مش عارف ايه، كلها شويه يقطات نفس التراك بتاع. عندك حق يعني. ده سؤال مهم جدا. يا استاذه رشا، مفيش تغيير في الشكل، يبقى مش هيبقى في تغيير في المضمون.
تفضل حضرتك. انا خليني يعني اخلي باشمهندس بس اللي يرد على ده. الاستاذ ياسر بيسال ينزل ينتخب ليه؟ هو نفس الطريقه النمطيه القديمه، نفس الطريقه اللي كنا بنتعامل بيها، ايه اللي يخليه ينزل؟ هو عنده حق طبعا، وانا مشترك معاه وعنده حق، بس حضرتك كمرشح المفروض ما يبقاش عنده حق. المفروض انت عملت اللي عليك عشان تغير هذه الوجهه. لا يا فندم، ان كان عليا انا المرشح الوحيد اللي عنده فلاير واحد، الناحيه دي تقري السي في، الناحيه دي تقري البرنامج من اول يوم. ما عنديش مطبوع تاني، ما عندوش مطبوع بيعتمد على شكري او ان انا بعمل مع الورق. مش هو الاساس تواجدك جوه الدايره بتاعتك، ان الناس تعرفك، ان الناس تبقى عارفه البرنامج بتاعك، ان الناس تبقى عارفه انك تبقى عارف. يعني متفق مع حضرتك تماما. احنا يوميا عندنا حمله وانا معاهم جابت كل شوارع مدينه نصر. حضرتك دوري على ورقنا، وبنقابل الناس، واي سؤال بنحتك بيه بحاول اطلع في الاعلام وبدعي للاعلام وبقول وبعبر وبنقول. بس في مرشحين بيعتمدوا على مساله البانر البلاستيك، وكان السياسي يتصنع خبراته كل ما البنرات البلاستيك تزيد وكل ما صوره تزيد، كان هو ده الموضوع. يعني انا عارفه الحقد ده على اي بنر بزيد. بلاش الاحقاد دي على الناس اللي عندها بنرات. احنا مع عداله البنرات. ماشي، معانا مين من الجيزه؟ استاذ طارق، اتفضل يا استاذ طارق. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا يا فندم. الحقيقه انا يعني سعيد جدا بقناه دريم، لانها الحقيقه من القنوات المحترمه جدا جدا. ويعني جميع الساده المعدي ومقدمي البرامج من الناس المحترمه حقيقي. يعني اولا بمسي على استاذي الفاضل وحبيبي وصديقي الاستاذ عبد الفتاح ديودار، وبتمنى له التوفيق باذن الله، لانه عضو عزيز معانا في يعني في نادي التجاره، والحقيقه من الناس الشخصيات المحترمه جدا جدا، واللي بذكرها على الله. اشكرك وادعو الله يعني ان نشاطه الملموس في شبرا الحقيقه جميل جدا جدا، وده انا بسمعه من اصدقائي معايا في الشغل. اشكرك يا فندم، بتمنى له التوفيق باذن الله تعالى كده، ولكل الساده الحضور باذن الله. ودعوات ان شاء الله المجلس النواب القادم ان يكون باذن الله امل لجمهوريه مصر العربيه كلها في عهد السيد الرئيس. انا بشكرك يا فندم. استاذه سناء من القاهره، مساء الخير يا استاذه سناء. النور، اتفضلي يا فندم. انا بشكر حضرتك على البرنامج المحترم ده. الله يعزك. وبحيي ضيوفك، وانا يعني خايفه تقولي ان انا مثلا عشان من مدينه نصر يبقى انا عشان الاستاذ باسل، بس فعلا انا عايزه اعلق على الاستاذه اللي كانت بتتكلم في الحياه الشخصيه. انا عايزه اقول لها ان احنا يا ريت نغير افكارنا اللي احنا اتربينا عليها بقالنا 100 سنه، ان احنا بنبص لبعض ولحياتنا الشخصيه ونعلق على بعض. كل واحد يا جماعه يبص لنفسه، احنا امتى هنبني بلدنا وامتى هنتغير؟ لازم نتغير. يعني الباشمهندس باسل ده يعني انا متابعاه من زمان، شخصيه محترمه جدا وبيفهم في السياسه كويس جدا، ومتابعاه من ايام ما كان حتى مذيع في اون تي في، ولو اني يعني ساعتها انا ما كنتش مبسوطه قوي. مش مشكله ليه يعني، المهم ان انا متابعاه كسياسي. راجل بيفهم كويس جدا، هو خليه يشتغل في السياسه ونشتغل احنا مذيعين يا استاذ. يعني مش معقول يشتغل سياسه ويشتغل اعلام، احنا نشتغل ايه؟ طيب انا عايزه النائب بتاعي يكون بيفهم في السياسه، يكون عنده. انا مش سامعاكي على فكره. اتفضلي، انا سامع حضرتك. بص حضرتك، انا عايزه النائب بتاعي يكون على قدر من الثقافه، يكون تعليمه تعليم رفيع، يكون يعني ليه تاريخ في السياسه محترم. وانا شايفه ان هو تاريخه محترم، ما عملش اي حاجه، ده بالعكس وقف في عهد الاخوان وقال ما طار طير وارتفع الا وكما طار وقع منهم. انا بشكرك يا استاذه سناء، بس عايزه ما يبقاش ان انا يعني كاني بعمل دعايه للاستاذ باسل يعني او الباشمهندس باسل. خلينا نطرح كل وجهات النظر. معانا مين يا جماعه؟ استاذ صلاح من القاهره، اتفضل يا استاذ صلاح. استاذ صلاح، طيب الاستاذ محمد من دمياط، اتفضل. أيوة يا استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ايوه انا معاك. الو، اتفضل يا فندم. ايوه انا معاك اهو. ايوه استاذه رشا، اهلا وسهلا. استاذ صلاح. ايوه انا معاك، اتفضل. انا سامع حضرتك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. ايوه انا معاك اهو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. والله انا من منطقه المعادي الجديده تبع البساتين، وكان يساعدني
استاذ صلاح معلش توطي التلفزيون عشان نسمع حضرتك. تمام. طيب ناخد استاذ محمد دمياط وبعدين نرجع استاذ صلاح عشان في مشكله في الاتصال. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور. اتفضل يا فندم. كل سنه وانتم طيبين وانتخابات سعيده للناس كلها. انا كان ليا بس اسئله سؤال. اتفضل. لجميع المرشحين رؤيتهم ايه بالنسبه لتعديل قوانين الايجار في مصر وعلاقتها بالاستثمار، ورؤيتهم بالنسبه لتعديل قوانين الملكيه في مصر وعلاقتها بالاستثمار، ورؤيتهم ايه هتبقى بالنسبه لتدريب المهارات وخلق مهارات جديده بالنسبه للعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومواجهه الاستثمار. رؤيتهم ايه بالنسبه لتعديل السياسه العامه لمصر من سياسه استهلاكيه الى سياسه انتاجيه وسياسه تنمويه. بس السؤال لازم يكون جاي من دمياط. السؤال الحلو والشاطر ده لازم يكون جاي من دمياط. ده قطاع الصناعات ده. لا ده طبعا يعني لازم نتجاوب على السؤال ده، سؤال استاذ محمد من دمياط طبعا لانه سؤال مهم. معانا مين يا جماعه؟ استاذه فاطمه من القاهره، اتفضلي يا استاذه فاطمه. طيب نجاوب على سؤال دمياط لانه سؤال مهم، قانون الايجار وقانون الملكيه وتاثير ده وعلاقته بالاستثمار مساله مهمه جدا. واحنا النهارده كنا بنقول ان المحرك الاساسي لاقتصادنا في الفتره القادمه هيبقى مساله الاستثمار. ممكن نعمل ايه؟ الحقيقه حضرتك بتوجهي لي انا. اتفضلي يا شباب. انا بس نسيت اقول ان انا كنت اتمنى يعني او بطمح ان يكون في هيئه مستقله لمحاربه الفساد، هيئه مش لجنه. اعتقد ان كل المسارات اللي حضرتك بتذكريها اللي فيها نوع من انواع العجب زي قانون الايجار وقانون الملكيه اللي فيه اجحاف شديد جدا للمالك بالمناسبه وفي لا منطقيه، يعني بنشوف ان في بعض المستاجرين قاعدين في شقق ب7 جنيه وهم بيدفعوا والمالك مش عارف يعلي عليهم ولا عارف يخليهم. وفي العكس كمان، وفي العكس في شباب شقق مش لاقي يعني. هكمل لحضرتك. الشقق اللي حتى الايجار الجديد مبالغ جدا ثمنها 1500 و2000، يعني معنى كده ان هو مش هياكل. صحيح. شامل اي حاجه خالص. صحيح. هيقبض ويمكن كمان قبضه. صحيح. يعني مفيش جواز. المساله دي فيها نوع من انواع عدم التنظيم بشكل عشوائي. وكان قانون الملكيه وقانون الايجار احنا اللي بندوره عرفي وكل واحد على هواه. صحيح. وكمان في نوع من انواع السطوه ونوع من انواع النصب ونوع من انواع كمان وضع اليد. تشعري ان الوضع اليد او البلطجه هو اللي سائد حتى لو بالقانون، يعني حتى في رخصه للبلطجه. اصبحنا ان انت طالما في حوزتك، كلمه في حوزتك دي بتتقال بشكل فظيع جدا. حتى الميراث الشرعي انت لا يعني مش ممكن تحصلي عليه الا بقضايا وقضايا طويله الامد، يكون الورثه ماتوا، يكونوا انتهوا. طيب نقطه الملكيه لانها مهمه جدا بالنسبه للاستثمار، يعني في دايما مخاوف من مساله الملكيه، من مساله بيع الاراضي، دي مساله مهمه جدا في الاستثمار. بص يا فندم، هو الاستثمار احد فرعين لتدعيم الاقتصاد المصري. الاستثمار والسياحه. تمام. احنا نسينا السياحه. لا، السياحه برضه مهمه جدا. لابد من تفعيل دور السياحه تاني والعمل على ازاله كافه العقبات عشان السياحه تقوم تاني. السياحه مورد رئيسي للعمله بصفه عامه. احنا عندنا ازمه دلوقتي. ما هي مشكله. طيب مساله الملكيه بالنسبه يا فندم، بالنسبه للاستثمار. الاستثمار ده انا بطالب بتثبيت القوانين في مصر. المستثمر النهارده راس المال جبان جاي عايز يحط فلوسه في مصر ويستثمر. كل يوم التاني يلاقي قانون الضرايب بقى 20% 25% 27%. صح. سياسة التأمينات هي اللي مش واضحه ومش ثابته. مفيش ثوابت في القوانين المصريه. صحيح. وده يؤدي لا انا كراجل مستثمر في السياسه الضريبيه في اسعار الطاقه دي حاجات كتير يا فندم متغيرات. وده يؤدي الى انت بستثمر ليه؟ ما نحط فلوسي في حته امنه طالما ان السياسه غير مستقره. ده نقطه مهمه. فالاستثمار لابد من تثبيت القوانين لمده اقول 10 سنين او 5 سنين. مظبوط. يجي يستثمر ال5 سنين بتاعي زي ما دول اوروبا كانت بتعمل كده. والارض دي هتبقى بانتفاع ولا بامتلاك وهتاخدها ولا لازم نحترم عقليتنا وعلاقتنا الاخرين. ولا هنتعامل شغل عشوائي محدش يجي. ما ده اللي مخلينا في المحاكمات والمنازعات. النقطه انا اسف. اتفضل يا فندم. في نقطه يا فندم بالنسبه للملكيه. انا ساعتك النهارده يعني مثلا انا ابن شبرا وابن العسال وابن عزب الجرجس وابن العطار. ساعتك عندنا دول اهل وناس ومتربى في وسطيهم. مناطق عشوائيه.
بيطلق لها عشوائيات. ساعتك النهارده بيعملوا حاجه غريبه جدا، بيهدوا البيت ويبنوه تاني. البيت اصلا خشب بيبنوه برضه خشب. تخيلي ساعتك المحافظ جه المحافظ مشان ثلاثه بيشوف القصه دي كلها ولا حتى لمن تنادي. انا عايز اسال فين المسؤولين؟ فين معالي الوزير اللي بيشوف الكلام ده كله؟ اهدار من العام. انت ساعتك النهارده بتقضي على عشوائيات يا سيدي، انا بطلب تعمله زي زينهم، ماشي الناس وابن بيوت استجوابات بقى عايزين، وتعالى ساعتك ساخنه في البرلمان. انا بس انا هنا يا فندم، انا فين المسؤولين هنا؟ انت النهارده باي منطق بتبني بيت، بتهدي بيت خشب وتعمل بيت تاني بيت خشب تاني؟ الله، انت مش داخل لي غاز طبيعي، انت مش تعمل اي مرافق تدخلها لي تاني. الله. ما هو ايه الفرق يعني عشوائي ما هو الهدف؟ عشوائي ايه اللي انت استفدته؟ انت بيت بقى جديد بنفس المعايير القديمه. طيب ناخد راي باشمهندس في بس في حكايه الملكيه، عايز تقول حاجه بسرعه فتح؟ خلاص لا لا يا فندم، خلاص اتفضل. لا اتفضل. إيه بالنسبه ل ل ل ل ل ل في نقط ثانيه كنت عايز اتكلم عليها، ان عندي نقطتين في شبرا مهمين قوي. اول نقطه، تخيلي ساعتك ان شبرا ورود الفرج، دايره شبرا عندي مستشفى محتاج تدعيم غير عادي بصراحه. انا بطالب وزير الصحه يجي يشوف المستشفى، بطالب وزير الصحه يجي يدعم المستشفى، لان هي على الوحيده. على فكره مش مستشفى شبرا بس، ده اللي عندنا مستشفيات الجمهوريه. تخيلي ساعتك بقى دايره رود الفرج، رود الفرج كلها ما عندهاش مستشفى. رود الفرج التوزيع الجغرافي للخدمات الصحيه ده محور طبعا. انا ان شاء الله بدون مقاطعه من اهم اولوياتي اني اعمل مستشفى في رود الفرج ولاد منطقتي. يعني عايزين نشكل ثقافة النائب اللي هو مش نائب محلي. محلي. لا أنا عايزة نائب بتاع تشريع. وتشريع. يقول إن أنا عايز أعمل قانون للتأمين الصحي. تمام. عايز أعمل قانون لمراقبة الأداء داخل المستشفيات. عايز أعمل قانون يكفل عدالة التوزيع في الخدمات الصحية ما بين المناطق السكنية المختلفة. تشريعات وسياسات. التشريعات دي كلها، التشريعات دي كلها بتصب في حاجات أساسية اتكلمنا فيها كلنا. زي الباشمهندس بس اتكلم في الضرايب، اتكلم في التعليم. طب هنسمع وجهه نظر باشمهندس. دي قوانين كلها محتاجه، مش هنعدلها احنا. انا كعضو مجلس مش ماسك قصاص حريق عشان اعدل التعليم، لا، ده انا بطرح افكار وبنقعد نتباحث. تمام، اخد راي حضرتك في مساله الملكيه. هو حضرتك احنا عندنا مشكله في مصر ان الارض اصبحت مخزن للقيمه، بمعنى ان كل واحد، لان عندنا معدل تضخم مرتفع جدا، الجنيه قيمته بتقل، فالناس بقت يا بتروح للارض يا العقار تخزن فيه قيمه الفلوس، بحيث لما يحط فيه دلوقتي احط فلوسي في العقار 500,000، فاللي يقدر يشتريه بال 500,000 دول هو اللي يقدر يعمله بعد 10 سنين. هي المساله الناس تسقيع. بتتصور هي مش تسقيع على فكره، هي الحفاظ على القيمه. في الاراضي برضه نفس القصه بتحصل في الشقق والله. فكره ان الناس عشان تحافظ على قيمه فلوسها فبقت تخزنها في الارض، ففقدت مساله الارض، مساله يعني الكرايتيريا اللي انت ممكن تشتغلي بيها. انا بتكلم على السكن وعلى الصناعه. انا مع السكن، مش هنقدر نغير ثقافه الناس في مساله التمليك، واحنا ارضنا ما شاء الله احنا مليون كيلومتر مربع. كباشمهندس يعني ازاي عندنا كل العمارات السكنيه دي اللي بتمشي في اماكن كتيره تشوفها وتلاقي الشباب بيئن وما عندوش شقق؟ هقول لحضرتك الموضوع اسعار عاليه جدا. خليني بس اكمل فكره الارض ومساله الملكيه. أنا مش مع تمليك المناطق الاستثمارية والصناعية، إنها تبقى بحق الانتفاع لمدد وترجع تاني للدولة وتبقى المدة تكفي. أعتقد ده سؤال محمد. عن طريق وضع الأرض بالظبط، عن طريق دراسة الجدوى، إنها تكون المشروع جاب تمن وزيادة والأرباح وكل حاجة، مفيش ما يمنع إن أنا أبيعها لمدة 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، زي ما يكون ما يتفق مع دراسة الجدوى ومصلحة المستثمر أيضا، لكن تعود الأرض مرة أخرى في البلد، لأن إحنا الحقيقة اكتشفنا إن في جزء كبير من رجال الأعمال واللي بيتقال عليهم حيتان صنعوا فلوسهم من مسألة تخزين الفلوس في الأرض، صح كده؟ والأراضي عملت معاهم فلوس كتيرة جدا، في حين أنها يعني ولما ارتفعت قيمتها ارتفعت بقى قيمة العقارات. طيب نحل إزاي أزمة السكن يا أستاذة رشا؟ المسألة دي في الأزمة الطاحنة دي لازم الدولة تتدخل. في كل العالم، في كل العالم قيمة قسط الشقة بيبقى ربع الدخل، زي ما يكون الدخل، بمعنى أن لو واحد دخله 10,000 جنيه يدفع قسطه هو 2500 جنيه، لو جاره اللي جنبه دخله 5,000 جنيه يدفع 1,250 جنيه. واخد بال حضرتك ازاي؟ اللي هو فكرة ان الكل يدفع على قد دخله ويعيش في نفس المنشأ المستوى. ويبقى بالظبط كده، وانه ممكن يرتقي بالسكن بعد كده، يعني لو خدنا السكن اللي هو الاوضتين وصاله بعد كده عايز يرتقي بثلاثة وصاله وهكذا، الايجار او التمليك يبقى قياسا على مستوى الدخل. بالظبط كده. طيب دي مساله. وبعدين كنت عايزه اشير لمساله جوائز، ان احنا ممكن نهدم مباني اثريه او عتيقه وده بيحصل، وتشييد ابراج، ده ايه القانون المنظم ليها اللي يقدر يفرط في ثروه
وثقل وتاريخ عشان نبني عليها برج لمستثمر او لمالك او الامر ده لازم يكون يعني في قانون منظم ليه. بالفعل في قانون بينظم الحقيقه لا يعني لا يفعل الحقيقه لا يفعل وبعدين في جوار عليه. يعني احنا بنشوف مباني اثريه وانا عندي مدرسه عريقه هتهد مدرسه واحنا في عرض فصل واحد هتهد وهيبني مكانها سكن علما انها ممكن يبنى او ترمم او تبقى مدرسه تبقى مدرسه يعني. فالمساله ان هي فين القوانين اللي بتجرم الجوار على المباني الاثريه. طيب وعلى فكره ده بيخل بمنظومه المكان وحتى نسيج متاثره بالمنطقه الاثريه اللي انت فيها. لا حضرتك اصلك انت لازم تكوني شكل مكانك صح. وبعدين انت لما تخليلي تغيري لي المكان وتعيشيني في مقلب زباله وانا كنت عايشه في مكان راقي طبعا. ومكان جميل كله عبق وكله صح. اثار احنا متحف احيانا بيروح المناطق اللي فيها الاثار الاسلاميه. قصر السكاكيني ده حضرتك انا في مدرسه حكومي. قصر السكاكيني في تور سينا. قصر السكاكيني ده كان متحف للساينس للعلوم سيونس بالفرنسي. كنا بناخد كل مراحل الجنين والحيوانات وهي بتتطور يعني اقصد كان هو دلوقتي لوكيشن بالاجره. لا ده في حاجات تانية ومقلب زبالة حواليه. في نقطة بننزل الحي احنا بننزل الحي بضغط شديد الحكومة حاولت الحكومة حاولت انها تعمل الكلام دوت من خلال مشروع ابن بيتك. انما للاسف الشديد المشروع فشل. لا في بنية اساسية ولا في بنية تحتية ولا في مواصلات ولا في اي حاجة. القصة يا فندم خلي الشباب يتملك ما تخرجوا خارج البقرة. طيب خلينا ناخد بعض المداخلات فضل. لأن الناس بتبقى مهتمة إن هي تطرح بعض التساؤلات. معانا مين يا جماعة؟ اللواء بكر سليم من القاهرة، اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. متشكرين جدا على برنامجك الرائع ده والاستفادة الكبيرة من الوجوه المتقدمة لمجلس الشعب. أشكرك. وأنا بخص بالذكر الأخ الفاضل المهندس باسل عادل. والراجل ده أنا ليا تجربة سابقة معاه وهو مساعد وزير الشباب والرياضة بصفة راجل رياضي وكان معاه كابتن سمير زاهر وكنا دايما بنشيد بهذا الرجل المحترم. والرؤية اللي حضرتك بتديها لنا لأعضاء مجلس الشعب القادمين ياريت يتبنوا حاجة مهمة جدا باشمهندس باسل. عملية النهاردة ما جيش أقول 320 مليون جنيه عشان اطور بيهم مركز شباب. طب انا عندي الشباب اللي قاعد على القهاوي والعاطل واللي بيتعاطى المخدرات والحاجات دي، فلازم اعضاء مجلس الشعب عشان يحلوا المشكله الرئيسيه لمصر وعوده مصر الجميله زي ما قالت الساده الافاضل اللي قاعدين عند حضرتك استاذ عبير. استاذ عبير يا ريت نرجع لزمن مصر الجميل ونمره واحد في المواضيع دي كلها ان البطاله يا استاذ رشا البطاله دي طبعا. لو اتحلت هتحل جميع مشاكلنا. انا متذكر لما كنا قبل حرب اكتوبر في 67 تم تجنيد جميع الخارجين قعدوا 6 سنوات. ما تتخيليش حضرتك الاجيال دي اجيال محترمه جدا وهي اللي بتقود العمليه، ولكن كيفيه سبيلهم للوصول للسلطه دي عمليه في منتهى الصعوبه. وانا بناشد من برنامج حضرتك ان يكون الوزراء ما يزيدوش في السن عن المهندس الجميل بس العادل اللي عندك ده لانه كان راجل دينامو في الوزاره. شكرا يا استاذ. كنت تقولي له في اي وقت تلاقي المكتب مفتوح وبيحل المشاكل. فاحنا عايزين زي ما قلت حضرتك يا ريت الروح دي يا سياده اللواء تبقى عند كل المسؤولين في مصر ياخدوا كده الشباب جنبهم ويقولوا ان هم احنا كان عندنا يعني ما يجي مثلا وزير عنده 50 سنه يقول لك اصل شاب يا جماعه شاب طبعا ال 50 سنه شاب وزي الفل ما قلناش حاجه يعني. ده النيابه بتورث يعني. حضرتك ده حضرتك المشكله الكبيره ان القيادات دلوقتي معلش مع احترامي لكل القيادات اللي موجوده احنا دلوقتي في زمن حرب. وزي ما قال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انا برجو اني انسف حمامك يا سياده الرئيس وحط الوزراء كلهم ما يزيدوش في السن ولا في الشباب ولا في الاحترام ولا في الادب زي بس العادل وقرنائه مع احترامي للالفاظ، لكن احنا محتاجين ثوره حقيقيه. النهارده حضرتك لما تشوفي الوزارات او رؤساء مجال الشركات والوزارات مخصصاتهم قد ايه؟ ده المخصصات رئيس مجلس اداره الشركه لو قلنا ياخذ زي ما رئيس الجمهوريه بيقول انا مرتبي 40,000 جنيه
ونص وبتبرع بيه، احنا عايزين الامور دي تبقى حقيقيه. انا المرتب بتاع الراجل اديله ما يكفيه، هيكفيه ايه في الشهر؟ 50 60 بس ما بقاش مليون. انا اعرف ان في ناس بتاخد مليون جنيه في الشهر. بشكرك يا سياده اللواء. معانا مين؟ استاذ صلاح من القاهره، اتفضل يا استاذ صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا بمسي عليك وعلى ضيفك الكرام يا استاذه رشا. اهلا وسهلا يا فندم. ولا انا عندي بعض المشاكل وبعرض على وبعرض على الساده النواب المحترمين الرؤيه ليها. اولا مشكله الاحياء. مشكله الاحياء، الواحد لما بيجي يبني مثلا عنده حته ارض وحب يبنيها، بيروح عشان يبنيها بيدفع لا يقل عشان يطلع رخصه لا يقل عن 30-40 ألف بالرخصه. يعني بتتاخد كده بتتوزع جوه، غير مصاريف الرخصه ده يعني ما بتزيدش اكتر من 2000 أو 3000 جنيه. وتطلع بعد شهر او شهرين، وبعدين بيجي تبص تلقيهم يحاسبوكي على مخالفه في بروز 10 سنتي ولا 15 سنتي. وتفضل مثلا المبنى اللي انت بتبنيه يقعد يجيب 6 أشهر 7 أشهر بتعطل عشان تدخلي فيه المرافق. طب انا عندي حل، ان انا مريت بالتجربه زي دي. انا كنت بره وبعدين حبيت استثمر الفلوس بتاعتي في مبنى اللي انا ابنيه اللي انا اسكن فيه لاولادي قدام، وفي نفس الوقت اجره، هيستفيد منه الناس اللي عاوزين يشوفها برضك متاجره. فانا عندي يعني اقتراح، ليه بدل ما اروح ادفع 30,000 في للناس المهندسين كرشوه بمعنى اصح، ولما اجي ادخل المرافق واخد عنهم منهم بالمطابقه ادفع 30 و50 ألف تاني. طب انا ليه ما ادفعش يجي الحي يقرر، او وزاره التنميه المحليه دي تقرر ان مثلا تيجي تبني الدور الاول مثلا ب 5,000 جنيه، وكل لما يزيد بيزيد حوالي مثلا 6 أو 7,000 جنيه. يعني انا ما عنديش مشكله، انا ادفع للحكومه بحيث ان هي تطلع لي رسومات، وفي مهندس ما يسيبنيش اول ما اجي ابني يفضل موجود اشراف لغايه مثلا اطلع لي رخصه مثلا بارضي واربع تلوار. واضحه الفكره يا استاذ صلاح، واضحه الفكره. معانا مداخلات ثانيه يا جماعه. اخر مداخله استاذه راويه من اسكندريه، اتفضلي يا استاذه راويه. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا فندم. طبعا برنامج جميل والضيوف يعني كلامهم مقنع الحقيقه، احنا من المدن خلاص في المرحله الاولى. انا كان بس ليا سؤال لحضرتك مش للساده الضيوف. كل الاعلاميين عندهم فكره عن ميثاق الشرف الاعلامي اللي حياتك بتحترميه قوي ده، وانا بحييكي عليه، يعني هم دارسينه كده زيك، ارجو يعني. مش في حبيبتي كده، شكرا. انا بشكرك يا استاذه راويه. يعني لا تعليق، عشان انا مش عايزه الموضوع يبدو ان احنا يعني بنجامل نفسنا ولا حاجه، لكن احنا بنحاول نقدم محاوله، لكن اكيد في زملاء اخرين بيقدموا. هو الاداء المهني يا استاذه رشا مهم جدا، احنا مفتقدين المهنيه، واحنا بنحيي فيك المهنيه لانها مساله مهمه جدا ان كل حد يلتفت للمهنه، لان الاعلام خطير جدا. وبعدين المايك انت بتفقدها المهنيه في كل شيء. في كل شيء حضرتك كمان الخروج على الناس مهم، لان حضرتك بتسيبي بصمات، يعني البرنامج بيخلص بس في بصمات، فلازم نراعي ونراعي الشرف ونراعي الاخلاق وسياسه القنوات الفضائيه. الكلام ده كله مسائل يعني مهمة. سياسه القناه الفضائيه انا يعني مهمه جدا، لانها بقت اصبحت مؤثره بشكل مباشر على ثقتنا احنا بالاعلام. احنا هنستنى من حضراتكم ان شاء الله ان احنا جميعا ندعم ميثاق الشرف الاعلامي. صحيح. ودايما بقول الجمله دي، كان ده الاستحقاق الرابع في خريطه المستقبل اللي احنا اعلناها في 3/7. لو المجتمع كله، احنا وحضراتكم والاستاذه راويه كمشاهده والمشاهدين الافاضل، كلنا اشتركنا مع بعض في دعم هذا الميثاق، بالتاكيد احنا هنعمل. لما نشجع كلنا المنتج الجيد، في النهايه المنتج الجيد هو اللي هيبقى. صح. واي منتج تاني يعني انا متاكده دايما ان احنا قادرين ان احنا نعمل كل حاجه. الاعلام الخاص خطر يا استاذه رشا. الاعلام الخاص خطر وفي نفس الوقت ميزه اذا انحرف على الطريق. بصي انا عايزه اقول حاجه بس وبقولها لكل الناس، فهو خطر. الاعلام زيه زي حاجات كتيره في البلد، احنا لسه كلنا بنتلمس طريقنا، ولسه كلنا بنحاول نعمل حاجه، هننجح في بعض الحاجات وهنفشل في بعض الحاجات التانية، نصل بنتلمس جميعا الطريق ان شاء الله، نوصل للطريق. ربنا يهدينا جميعا للي فيه الخير. نورتوني النهارده ان شاء الله. انا عايز اقول كلمه اخيره. اتفضل يا فندم. بعد اذن سعادتك. انا بطالب وبقول نداء الى شعب مصر العظيم.
وإلى شبر عود فرج بالزيت دايرتي. انزلوا وشاركوا من أجل الديمقراطية. إن شاء الله. تمام؟ طيب. أنا عايز أقول لهم للقضاء على الفساد، على المال السياسي، على مثلث الرعب الفقر والجوع والحرمان. لقد تحركت عجلة الديمقراطية. ولا عودة إلى الوراء. انزلوا وشاركوا، مش عايزين نرجع تاني للوراء. وكل سنة وأنتم طيبين. اتفضل. شكلك بتقعد قدام الرئيس عبد الحميد كتير يعني نفس العبارات. ان شاء الله. ما تخلوش احباطكم يبقى هو الصينيه اللي من الذهب اللي بتكافئ الفاسد واللي بيرشي واللي بيحتفل دلوقتي بنيابته. في ناس بتحتفل بنيابته، مفيش تزوير جوه اللجان، لكن في ناس بتردد اشاعات بتقول ان انا نائب الدوله وان انا مختاراني الدوله ومرشح الحكومه، وان انا وان مرشح وان المعركه تم حسمها. ومن يستغل الدين والكتل التصويتيه الدينيه للترويج له على المستوى الانتخابي فهو ليس عادل. واحنا نسيج واحد وخلاص، الطائفيه دي انتهت. اكس صحيح. المعيار هو كفاءه المرشح. تمام. شرفه، اخلاقه، عدم وجود بطحه على راسه. في ناس العمرانيه جابت نائب قطبي ودي دايره معقل للاخوان السلفيين. انا مش شايفه، انا مش شايفه كان فيها دوائر كلها اقباط. انا مش شايفه اي معنى ان احنا نقول قبطي او غير قبطي مصر. او في تحالف. صح. التحالف التحالفات الدنيئه او التحالفات اللي بتبغى اهداف اخرى او مصالح اخرى ينبغي ان تموت. ارجوكم ادوا فرصه للناس الجديده انها تعمل حاجه. ان شاء الله. اللي بيجي بذراع الناس وباراده الناس بيبقى منحاز للناس. ثبت التاريخ. اللي الناس بتجيبه بيبقى للناس. ان شاء الله. واللي بيجي بفلوسه عمره ما بيكون للناس. كلمه اخيره باشمهندس باسل. ما عنديش كلام كتير اقوله غير ان الناس لازم تنزل، ولو بتكلم على دايره مدينه نصر بالتحديد ما هياش معروضه للبيع. محدش قال الانتخابات صالة مزاد الناس تنزل فيه تشتري أصوات، وأنا واثق جدا في أهلي في مدينة نصر والناس في مدينة نصر إن هم هيقفوا قدام المال السياسي وهينزلوا يخلوا بالهم من دايرتهم. وعايز أقول مصر لازم يبقى فيها سياسيين، مصر لازم يبقى فيها نخبة تشتغل ونحافظ عليها، لأن ده اللي هيبني البلد وده اللي هيسد الفراغ السياسي اللي حصل في الفترة اللي فاتت، وده اللي هيعمل ظهير للدولة المصرية. فأنا بطالب الناس إن هي تنزل وتدافع عن دايرتها وعن المقاعد البرلمانية. إن شاء الله. عايز الراجل المناسب في المكان المناسب لسبب معين، عشان لسبب مناسب التشريعات. لا، التشريعات الجاية اللي موجودة في ظل غياب البرلمان، إحنا نواجهها مجموعة من القوانين صدرت كتيرة. طبعًا. سيادة الرئيس صدر قوانين كتيرة. صحيح. عايزين ناس مهمين وناس يختار بعناية عشان يدرسوا هذه القوانين في ظل غيبة من البرلمان. أنا بشكركم وإن شاء الله أتمنى لحضراتكم التوفيق ولكل المرشحين التوفيق. طبعا. عايزين معركة تنافسية قوية فيها منافسة شريفة للغاية، فيها اختيار للصوت الحر. مهما كانت ألمنا وصعوباتنا وإحباطنا وحاجات كتيرة مش عاجبانا، لكن خلونا نساهم ونعمل اللي علينا والباقي على ربنا. دايما أقول لكم إن الاجتهاد هو الشيء إن إحنا بنملكه. عايزين برلمان قوي ان شاء الله يعبر عن الام وطموحات الناس. ان شاء الله. بشكركم، بكره حلقه جديده ان شاء الله من كلام تاني. تحياتي وتحيات زملائي، تصبحوا على خير.